أهلا بحضراتكم. يوم جديد في مصر نلتقي فيه معا لنطرح أخباره وأفكاره وقضاياه وأبرز عناوينه. أسعد الله مساءكم. في هذا المساء مشاهدينا الكرام نتوقف عند عدة موضوعات، من بينها للمرة الأولى مبارك يدافع عن نفسه بالصوت والصورة أمام القضاء في محاكمة القرن. وفي زيارة خاصة كاميرات مصر في يوم تذهب إلى موقع حفر قناة السويس وتطلع على سير العمل وتراقب ما يدور هناك. ونرصد أيضا الاستعدادات الأمنية الواسعة عشية الذكرى الأولى لفض اعتصام 4 العدوية. قراءة في المشهد السياسي في هذه اللحظة، كيف تبدو الحياة السياسية بعد عام من فض اعتصام 4 في مصر؟ نلتقي فيها بحوار خاص مع الدكتور عمار علي حسن الكاتب والباحث والمحلل السياسي. أفكر حضراتكم أننا نستمد الكثير من مداخلاتكم وتعليقاتكم وأيضا اقتراحاتكم على صفحتنا التفاعلية على فيسبوك وتويتر، فتابعونا. في خطاب شبه رئاسي ترافع مبارك أمام المحكمة، تحدث بشكل عاطفي إلى حد كبير، تحدث عن إنجازاته ووصف وتحدث ووصف ما دار في 25 من يونيو من يناير عفوا، ودافع عن نفسه وعن أسرته ضد اتهامات بالفساد والتربح والخيانة، وتحدث عن أنه لا يقبل أن يوضع في هذه الخانة خانة الخيانة. نرصد أهم ما جاء في كلام أو جانب مما جاء في كلام الرئيس الأسبق في هذه الجلسة من محاكمته. نشاهد ما حدث في يناير وفبراير 2011 عندما اخترق المتاجرون بالدين والمتحالفون معهم من الداخل والخارج التظاهرات السلمية وتحولوا بها لأعمال عنف وقتل ونهب وتخريب وترويع للشعب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وإحراق لأقسام الشرطة، وقد بدأت منذ الأيام الأولى لتلك الأحداث باتخاذ قرارات وإجراءات لمواجهة تداعياتها، فأصدرت التعليمات بنزول القوات المسلحة عصر يوم 28 يناير لحفظ الأمن وتأمين البلاد بعد أن عجزت الشرطة عن القيام بدورها نظرا لما تعرضت له من اعتداءات المتآمرين على الوطن وأبنائه. وفي إطار استجابتي لمطالب المتظاهرين طرحت خطوات واضحة تضمن انتقالا سلميا للسلطة في إطار الدستور والقانون بحلول انتخابات الرئاسة في سبتمبر 2011، وأعلنتها في خطابي للجماهير في الأول من فبراير. فسعى من أرادوا الانقضاض على الدولة إلى تأجيج الأوضاع وزعزعة ثقة الشعب في قيادته، بل والوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة. ومع تفاقم الأحداث وبعد أن أصبحت متأكدا
من أن الهدف النهائي لهؤلاء، وأصبحت متأكدا من أن الهدف النهائي لهؤلاء هو إسقاط الدولة ومؤسساتها، فقد اخترت طواعية أتخلى عن مسؤوليتي كرئيس للجمهورية حقنا للدماء، حفاظا على تماسك الوطن وأمان أبنائه، ولكي لا تنجرف مصر لمنزلقات خطرة تدفع بها إلى المجهول. اخترت بحس وطني خالص أن أسلم الأمانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. إذا كان هناك جانب مهم بالنسبة للقضية الجنائية والجانب السياسي أيضا في مرافعات مبارك ونموذج نظامه، فإن السؤال الأبرز الذي يدور على ألسنة الكثيرين الآن، هل بعد أن كانت ثورة يناير تحاكم مبارك ورموز نظامه، هل أصبح مبارك ورموز نظامه هم الذين يحاكمون ثورة يناير؟ الحقيقة إن هذه قضية يتداخل فيها الجانب السياسي مع الجانب الجنائي للاطلاع على ما دار في جلسة المحكمة. اليوم معنا على الهاتف زميلنا الأستاذ أحمد شلبي، رئيس القسم القضائي بصحيفة المصري اليوم. يا أستاذ أحمد أهلا بيك. قطع الاتصال، هنرجع مرة تانية للأستاذ أحمد. الحقيقة إن ما دار في المحاكمة وخطاب مبارك الذي أو مرافعته اللي نقلنا جانب منها، والتي تطرقت إلى عدة جوانب كان بعضها رأيه وتقديره عن ثورة يناير اللي وصف بأنها كان فيها قدر من التآمر وأنها كانت تهدف إلى إسقاط مصر نتيجة تحالف الإخوان وحلفائهم، تحدث أيضا عن براءته وعطائه لبلاده، عن مساندته للقضية الفلسطينية، عن رفضه زيارة إسرائيل ليتداخل السياسي بالجنائي. السؤال مرة تانية على الجانب السياسي الذي تفرضه هذه المحاكمات وبطرحه على الأستاذ خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، هل أصبح مبارك ورموز نظامهم الذين يحاكمون ثورة يناير الآن؟ مساء الخير أستاذة منى. للأسف الشديد هكذا تبدو الصورة، وأعتقد أنه يعني حتى من ناحية الصحفية الموضوعية لما نقارن الظروف التي تجري بها محاكمة الرئيس المخلوع الآن عندما جرت الدورة الأولى، أو يعني عندما صدر الحكم بإدانته في المحاكمة الأولى قبل النقد، أعتقد أننا حتى لم نرى مثل يعني هذه المسرحيات التي شاهدناها على مدى الأيام الماضية في محاكمة الرئيس المخلوع، لأنه لم نرى في المحاكمة الأولى كل المتهمين يقومون بإلقاء مثل هذه الخطابات. وبالطبع يعني ما شاهدناه في آخر جلسات وخطاب الرئيس المخلوع اليوم بيأتي في وقت يعني ثورة 25 يناير بشكل عام بتتعرض لهجوم منظم ومحاولة لتشويه كل من شاركوا فيها، سواء عن طريق ما سمعناه في المرافعات أو عن طريق عدد من المحطات التلفزيونية الخاصة، اللي واضح أن هي يعني بتكرس مجهودها على مدى الفترة الماضية لبث مثل هذا النوع من التشكيل. أنا عايز أسألك أستاذ خالد كسياسي، هنا هل بتلمس اختلاف في درجة التعاطف مع مبارك ما بين الدورة الأولى في محاكمته وما بين الآن؟ شوفي حضرتك، يعني لو انت خدتيها بحجم المساحه المسموحه له بيها في الاعلام، فاعتقد انه بالتاكيد هو ده الانطباع اللي حضرتك يعني هيبقى موجود عند اي مراقب. بس مع الوضع في الاعتبار ان يعني اصحاب وجهات النظر الاخرى لم يعد لهم مساحه للتعبير بشكل متساوي عن رايهم في كل ما جرى في محاكمه الرئيس المخلوع. انا مش بتكلم هنا عن المساحه في الاعلام يا استاذ خالد، انا خليني اتكلم عن المساحه حتى في الشارع السياسي. هل اختلفت، هل ممر على مصر من الشارع بتخلق عن طريق التغطية المتواصلة والمساحة الممنوحة لأعداء ثورة 25 يناير اللي هم بينتموا بكل تأكيد. يعني لو نتذكر أن أثناء ثورة 25 يناير ما كانش في أي مساحة أصلا للثورة ولا للثوار، ورغم كده سقط نظام مبارك، هل خلينا نتكلم إذا كانت الأمر يستدعي محاكمة ما للثورة أو بحث عن أخطاء ما للثورة، هل أخفق الثوار بدرجة جعل صبت في النهاية في صالح الرموز اللي هم خرجوا ضده؟ هو اعتقد المشكله ان الناس او قطاع من المواطنين اللي شاركوا في 30 يونيو كان تفسيرهم وهم طبعا من انصار النظام المخلوع، هو اللي كان فهمهم للمساله دي ان دي انقلاب كامل على ثوره 25 يناير نفسها، رغم ان اعتقد على الاقل ان الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في
حملته الانتخابيه او في الخطابات التي القاها هو يقرر. بيتحدث من منطلق 25 يناير و30 يونيو. 25 يناير ثوره و30 يونيو هي الموجه الثانيه من الثوره. عندنا دستور مبني على اساس ان 25 يناير ثوره ومحاوله للانفصال عن ماضي يعني ميزه الفساد وتزوير الانتخابات ومحاوله غير مبرره لتوريث الحكم. اعتقد حضرتك الرئيس مبارك يعني المخلوع مبارك نفسه في خطابه النهارده قال ان عجله يعني التاريخ لن تعود الى الوراء، وبالتاكيد يعني ملايين المواطنين اللي خرجوا في 25 يناير وللعالم كلهم شاهد بماذا كانت سلميه ثورتهم وتعبير بالفعل عن رغبه في تغيير حقيقي. مش معقول كل ده يكون خدعه. طيب ابقى معي يا استاذ خالد، ده على الجانب السياسي. خليني انتقل قليلا للجانب الجنائي ونرصد ما الذي دار في المحاكمه اليوم. ومعانا مره ثانيه زميلنا الاستاذ احمد شلبي رئيس القسم القضائي في المصري اليوم. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بيك استاذ منى، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. لو تقول لنا الاول يعني مسار الجلسه من الناحيه القانونيه، يعني لاحظنا ان خطاب مبارك او مرافعه مبارك التي بدت اشبه بالخطاب كان فيها جوانب، فيها دفاع عن النفس وكان فيها جوانب سياسيه، فهل ده كان دفاع امام القاضي ولا امام الراي العام؟ لا، هو الخطاب كان بيحمل شقين، شق سياسي وخطاب كالذي كان يقدمه مبارك من قبل هو رئيس الجمهوريه. ده خطاب جزء منه كبير جدا للراي العام وجزء صغير لهيئه المحكمه. ما اقدرش افصل ما بين الحديث في السياسه عن الذي حدث في 25 يناير وما بين القضيه، يعني هو بيتكلم بيدافع عن نفسه سياسيا لانه هذه المحاكمه جزء منها كبير جدا سياسي. الخطاب يعني تحدث فيه عن دوره الوطني في حمايه البلد وان هو كان يعني مع الامور الوطنيه ومع المطالب الوطنيه. اتحدث فيه ان هو هيكون متآمر في يوم وان هو التاريخ بيشهد ان هو عمل كثير من الانجازات. فزي ما قلت لحضرتك ده جزء كبير منه جزء سياسي للراي العام وجزء منه صغير ويتعلق ببراءته من الاتهامات التي وجهت اليه من قبل النيابه العامه. ولكن ما اريد ان انوه عليه هو دفاع مبارك ومبارك نفسه لم يقدم اي دليل على براءتهما او براءه مبارك من تهمه قتل المتظاهرين بالامتناع وليس بالتحريض، لان القاضي انتشار احمد رفعت في الجلسه او المحاكمه الاولى ادان مبارك والعدلي بتهمه الاشتراك في الجريمه في بالامتناع فهما لم يدافع عن نفسه او لم يدافع مبارك عن نفسه في هذه عن والحقيقه ان النقطه اللافته ايضا برضو ممكن استفسر من حضرتك عنها، يعني هو النهارده دافع عن نفسه في تهم اخرى ربما ما كانتش محل الجلسه دي، ما كانش محلها للتقاضي فيها زي تهم الاضرار بالمال العام والتربح وغيرها. لا هي موجوده في القضيه اللي هي تهمه الفيلات شرم الشيخ الخاصه بفيلات شرم الشيخ، وممكن تكون بيدافع عن نفسه ان هو عمره ما اضرب المال العام يعني. ولكن انا عاوز اشير لي النقطه الثانيه هو ان النيابه العامه في كل جلساتها وفي كل مرافعتها كانت بتؤكد للمتهمين وللدفاع ان هي بتدين المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في الميادين وليس قسم الشرطه وليس مساله اقتحام السجون. ففي كل مره يتحدث فيها الدفاع او المتهمين يتحدثون عن فكره ان اقتحام اقسام الشرطه عن نفسها امام اقسام الشرطه، والنيابه ترد وتقول ان هي احنا احلنا القضيه واتهمنا المتهمين بانهم قتلوا المتظاهرين السلميين في الميادين. الجزئيه الثالثه اللي عاوز برضه اشير فيها لانه حتى لو ان الاخوان او متامرين او عناصر اجنبيه قتلت المتظاهرين ومش الشرطه هي اللي قتلتهم فده يؤكد ثبوت الجريمه بحق مبارك وبحق العدلي ايضا بنفس التهمه وهي فكره الامتناع. حتى لو ان الشرطه هي اللي ما قتلتهمش وان طرف اخر هو الذي قتلهم فكان يستوجب على مبارك والشرطه ان تدخل. كنتوا فين يعني اين كنتم لما دخلت العناصر دي اذا كانت بالمساله بالطريقه دي؟ استاذ احمد قبل ما ارجع مره ثانيه للاستاذ خالد داوود اللي هو لسه معايا على الخط، انا بس عايزه اسال حضرتك عن ملاحظه اثيرت في الايام الماضيه من الناحيه القانونيه. كثيرون علقوا على بعض مظاهر التاثر التي بدت على القاضي في هذه المحاكمه، والبعض راى انها قد تستوجب تنحي القاضي استشعارا للحرج. هل في اي تطور على في هذه المساله؟ هل حسمت تماما من الناحيه القانونيه ولا لسه؟ والله طبعا ده شيء يوضحه فقط القاضي وضميره. اذا كان
تأثر بالقضية أو تعاطف بأي شكل ما في القضية هذا هو القاضي بكى على الهواء في شهادة اللواء عدلي فايد يعني أو زرق الدم هو إحنا سألنا المستشار محمود كامل الرشيدي وقال إن أنا لم أبكي جزم بده إن هو لم أبكي ويبقى القرار النهائي لضميره هو الذي يحدد إن كان تأثر أم لا تأثر لو تأثر وبكى في القضية فيستوجب عليه أن يتنحى عن القضية لأنه أبدى رأي أو أبدى رأي. تعاطف في القضية فيبقى ضمير القاضي هو الذي يحركه. شكرا جزيلا زميلنا الأستاذ أحمد شلبي على كل هذه المعلومات. أحمد شلبي رئيس القسم القضائي بالمصري اليوم. وبرجع مرة تانية للأستاذ خالد داود. أستاذ خالد، البعض يرى أن هذه المحاكمة بعد ما جرى في النهر كل المياه اللي جرت فيها في الثلاث سنوات الماضية، وأن الظروف السياسية سواء متعلقة بعام حكم جماعة الإخوة المسلمين بإخفاقات أخفقت فيها الثورة بتشارزم حصل في صفوف الثوار قد يؤدي إلى مساحة تعاطف أوسع مع نظام مبارك على حساب ثورة 25 يناير. هو يعني مرة أخرى يعني بغض النظر عن أن أنا بتحدث باسم حزب الدستور، بس من المؤكد أن الثلاث سنوات ونصف الماضيين ويعني عدم تحقيق أي تقدم نحو تحقيق أهداف هذه الثورة جعل يعني قطاع من المواطنين بالتأكيد يثير تساؤلات ويقول أن هو ربما الأوضاع قبل ذلك كانت أفضل. ولكن ما يعني ما لا يستطيع أن ينكره أي حد أن الرئيس المخلوع ونجليه كانوا يقومون بسوء استغلال السلطة بشكل كامل. كانت هناك حالة كبيرة من الفساد التي حتى يعني كشفت عنها العديد من القضايا وأوراق التحقيق. كان هناك انتخابات مزورة على مدى 30 سنة كاملة، وأنا متأكد أن الشعب المصري لا يريد العودة إلى مثل هذه المرحلة. أنا بصراحة أستاذ منى شايف أن يعني مرحلة الرئيس المخلوع مبارك انتهت، وأنا حتى ما أعتقدش أن في مثل هذا النوع من الإقبال المنقطع النظير والاهتمام بمثل هذه المحاكمة المتواصلة على مدى أكثر من عامين. الآن المواطن المصري دلوقتي عايز استقرار، عايز يشعر بالأمن، عايز يشعر بتحسن في المستوى الاقتصادي. ومرة تانية بفكر حضرتك، هو نفسه قال ان العجلة لن تعود الى الوراء الرئيس المخلوع، وبالفعل العجلة لن تعود الى الوراء. ونحن نطلع على المستقبل، ثورة 25 يناير هي ثورة باعتراف العالم باكمله، ولم يكن من المتوقع ان احنا نسمع من اي من المتهمين اقرار بان هم كانوا فاسدين او انهم كانوا يسعون للتوريث او انهم كانوا يسيئون استخدام سلطاتهم، او ان احنا نسمع من العدلي ان هو كان اقام جمهورية الخوف وكان بيقوم بتعذيب المواطنين. احنا اتحكمنا 30 سنة في ظل قانون الطوارئ، وما اعتقدش ان الشعب المصري مهما كانت ظروفنا الحالية سيرغب في العودة الى الوراء باي حال من الاحوال. شكرا جزيلا الاستاذ خالد داود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، شكرا جزيلا لحضرتك. محاكمة يختلط فيها الجنائي بالسياسي، كان من حق المتهم أن يدافع عن نفسه بكل الطرق، فهل أصبحت الثورة هي التي تحاكم أم هي التي تحاكم؟ أعتقد أن في مياه كثيرة تغيرت، لكن على كل الأحوال هل العجلة لن تعود للوراء باعتراف كل الأطراف سواء الذين ثاروا أو الذين لم يثوروا أو الذين حتى ثاروا ضدهم؟ من هذا من النظر إلى المحاكمة إلى النظر إلى بكرة. بكرة يوم مختلف في مصر، هو الذكرى الأولى لفض اعتصام ربعة العدوية، وهذا الأمر بنوه أننا هيكون محور النقاش مع ضيفنا النهاردة دكتور عمار علي حسن. لكن على جانب آخر، وزارة الداخلية بتكثف إجراءاتها داخل جميع القطاعات تحسبا لأي أعمال عنف خلال التظاهرات اللي دعت إليها جماعة الإخوان في الذكرى السنوية الأولى لفض اعتصامي ربعة والنهضة. معروف أن جماعة الإخوان دعت للتظاهر، معروف أيضا أن كان في عدد من أعمال العنف تم إحباطها. امبارح كان في ما يشبه حملة منظمة لتفجير أكبر عدد ممكن من أبراج الضغط العالي الخاصة بالكهرباء، نجح بعضها في طريق بلبيس، لكن تم إفشال أكثر من عمود منهم أو تفجير أكثر من عمود من أعمدة الضغط العالي منهم. بحسب تصريحات وزارة الداخلية، تم نشر 120 ألف ضابط وجندي شرطة بجميع أنحاء الجمهورية مزودين بأحدث الأسلحة. النهاردة بدأ انتشارهم فعلا، وهيفضلوا مستمرين ومتواجدين لغاية مساء يوم الجمعة لتأمين جميع المنشآت المهمة. اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية قال إن الأجهزة الأمنية رفعت درجة استعدادها للدرجة القصوى والاستنفار الأمني لبدء تنفيذ خطة تأمين الشارع المصري. أضاف كمان اللواء هاني عبد اللطيف إنه يجب الانتباه واليقظة الكاملة لأن التحديات الأمنية ما زالت قائمة. من الماضي إلى المستقبل الذي نحاول أن نشكله بعيد عن أي ضغوط من الماضي، من قناة السويس التي يأمل الجميع أنها تكون استثمارنا في المستقبل وأن تكون استثمارا حقيقيا يخلي الأجيال
القادمة تتذكروا بنفس العرفان اللي بتبص بيه الإنجازات زي استاد العالي مثلا. الحقيقة بنحاول نعرف كل يوم، بنحاول نعرف إيه اللي دار على الأرض، بنحاول نحن نتابع ما يحدث في هذا الإطار. كاميرا مصر في يوم توجهت فعلا إلى الإسماعيلية، صاحبة وفد وزارة الصحة المتجه إلى هناك لإنشاء العيادات الميدانية، واستغلينا الفرصة لنتعرف أكثر عما يدور على الأرض عن قرب. نشاهد. حرصا من الدولة على توفير رعاية صحية للعاملين بمشروع قناة السويس الجديدة، قام وزير الصحة يرافقه محافظ الإسماعيلية أمس بافتتاح وتدشين عيادات طبية متنقلة للعمليات والجراحات وسيارات إسعاف، بالإضافة إلى صيدلية متكاملة مزودة بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية والتي تم إعدادها بموقع المشروع. احنا جايين نقدم دعم طبي للسادة العاملين في هذه الظروف، طبعا مشروع تاريخي، لابد ان لكل مصري ان يشارك. العاملين في قطاع الصحه بيشاركوا من ناحيتهم، لدينا عيادات متنقله وفرق طبيه مستعده لتقديم الدعم الطبي والعلاجي في التو واللحظه للساده العاملين. كل ما يطلبه المشروع والسيد المشرف على المشروع وكل الشركات بالعاملين احنا بنوفرها، سواء وقود كهرباء طول الليل، المنافذ بيع السلع، منافذ الميه. احنا دورنا هنا موجودين في المشروع لاي اصابات تحصل من العاملين اللي هو في العربيات او اللي في الموقع عامه، اي واحد بيتصاب احنا دورنا ان احنا بنسعفه. تجولت كاميرا مصر في يوم بموقع المشروع، حيث توافد مئات المصريين بالداخل والخارج لمساعده ومؤازره العمال في شق قناه جديده موازيه للقناه الحاليه بطول 72 كيلومتر وتكلفه تقدر بحوالي 60 مليار جنيه، مقللة بذلك زمن انتظار السفن من 11 ساعة إلى 3 ساعات خلال عام واحد. بدل ما كانت القناة بتعدي 40-50 سفينة في اليوم، لا هتعدي 80-90 سفينة، يبقى ده أساساً هيعود على الدول الأخرى، الدول العالم كلهم والتجار وأصحاب الشركات وأصحاب الأعمال، إن السفينة بتاعته مش هتقف كتير، هتعدي مباشرة. إحنا جايبين وفد النهاردة من اتحاد المصريين العاملين في الخارج عشان نشوف المشروع العظيم دوت، ونشوف الاتحاد هيقدر يساهم ويشارك في المشروع العظيم دوت بايه بالظبط. جينا عشان نقول ان الاكتتاب ده اول ما يفتحوه بالاسهم كلنا مع بعضينا هنساعد جميع المصريين خارج جمهورية مصر العربية ان الكل يساهم في مشروع قومي كان الاصول يتعمل من بعد تأميم قناة السويس. هنا وسط الصحراء وفي ظل مناخ صعب للغاية، يعمل آلاف العمال من أجل رسم مستقبل أفضل بتحقيق طفرة اقتصادية تضع مصر في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى. والحقيقة أن هذا المشروع إذا كان في أشياء كثيرة الناس ممكن تختلف حولها سياسيا، لكن في مساحة اتفاق بين مؤيد ومعارض حوالين نفس هذا المشروع. يعني إذا كانت الانتخابات مثلا من الأحداث ومن الفعاليات اللي بتستدعي قدر من الاختلاف وربما حتى الشقاق والمواقف المتباينة، لكن المتفق عليه حتى الآن بين معظم من يبدلي بدلو هو التوافق حوالين هذا المشروع. ده اللي عمله الاتحاد العام لنساء مصر النهاردة، عمل مؤتمر صحفي أعلن حاجتين، أعلن موقفه في الانتخابات البرلمانية القادمة ومن خلال تدشينه لحملة يدعم من خلالها النساء للفوز في البرلمان، وأعلن أيضا حملة لمشاركة الاتحاد في هذا المشروع. نشاهد. للإعلان عن تدشين حملة للمشاركة في مشروع قناة السويس الجديدة، عقد الاتحاد العام لنساء مصر مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بمقر الاتحاد. احنا بنعلن ان الاتحاد العام لنساء مصر والاتحاد العام لنقابات العمال وعلى وجه الخصوص سكرتارية المرأة والطفل، ان احنا بنعبر عن مسؤوليتنا وان احنا بنعلن ان احنا هنقوم بدورنا في مساندة هذا المشروع. كاتحاد عام عمال مصر بيهمنا قوي توفير فرص العمل اللي هتيجي من وراء المشروع ده، وازاي احنا نقدر في المرحلة الجاية ندرب الناس ان يقدروا يكونوا ده دور من ادوارنا، واحنا نمتلك الاتحادات المحلية ونمتلك جريدة ليها صوت. قررنا ان احنا نعمل مبادرة للمساهمة الوطنية في مشاركة
القيادة السياسية في كل القضايا الوطنية التي تهم المصريين، وتدشين حملة دعوة النساء لشراء الأسهم، أسهم قناة السويس. المهم هو تشجيع أيضا المواطن أن يكون شريكا في هذا المشروع بالاستثمار مش التطوع، بأنه هو يشارك في شراء الأسهم وبالتالي يشعر أنه صاحب هذا المشروع. على الهاتف معنا دكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر. أهلا يا دكتورة. أهلا بيك دكتورة. عايز أعرف من حضرتك إيه اللي تقدر نساء مصر، أنتوا أعلنتوا عن موقف لدعم العمل في قناة السويس، هل هو مجرد موقف معنوي يعني هيبقى في دعم معنوي، ولا في خطوات ممكن فعلا الاتحاد يساعد فعلا في العمل من خلالها؟ لا احنا ما بنكتفيش بالدعم المعنوي. احنا عادة بيبقى في حاجات ملموسة نقدر ان احنا نعملها. فعلى سبيل المثال احنا هنحفز الستات بالذات، لكن معنى كده مش ان احنا مش هنشتغل مع الرجالة، لكن بنركز على الستات ان لازم الكل يساهم في شراء الاسهم. دي عملية مهمة جدا، وعشان يساهموا في شراء الاسهم لازم يبقوا عارفين ليه وايه اهمية هذا المشروع القومي اللي كلنا كمصريين لازم نلتف حواليه، لازم نثبت ان احنا على قد المسؤولية بتاعت هذا المشروع، فلازم نساهم ونكتسب في هذه الاسهم. الحقيقة ان مساهمة النساء في مشروعات عملاقة في مصر كانت دايما محفزة واحيانا اساسية، وبنتذكر تبرع الاميرة فاطمة اسماعيل بمجوهرتها اللي بدأ من خلاله نواة مشروع جامعة الاهلية اللي بقت جامعة القاهرة، ونتذكر مساهمات النساء في الاكتتاب لبنك مصر. ايه اللي تقدر تقدمه المرأة المعاصرة دلوقتي لهذا المشروع؟ المرأة المعاصرة، المرأة في عصرنا ده دلوقتي. المرأة المعاصرة بالوعي اللي هو ظهر عندها، واحنا شفنا قد ايه عندها وعي سياسي لما طلعت قالت نعم للدستور وطلعت في الانتخابات. هي المرأة دلوقتي اتغيرت وعرفت ان هي لازم تاخد مساحة كبيرة جدا في العملية المسار الديمقراطي بتاع مصر وتحقيق اهداف الثورة. ده المشروع ده اللي احنا بنحاول نسنده ده يعني خطوة كبيرة على خريطة الطريق. احنا لازم نتحرك، احنا عندنا مشاكل لكن لازم نجد حلول لها. ده احد الحلول الكبيرة، لازم المرأة المصرية تساعد في تنفيذ هذا الحل. هل مساعدتها او مشاركتها بس من خلال الاكتتاب ولا في ادوار تانية؟ لا احنا كمان ده هندرب الشابات والشبان عشان خاطر يبقوا القوة المنتجة اللي تشتغل على القناة. ازاي؟ المشروع محتاج لايدي يعني. هدربوهم ازاي يا دكتورة؟ احنا عندنا مراكز تدريب وعندنا خبرة في تأهيل الشباب ان هو يجد الفرص العمل. دي فرص العمل متاحة دلوقتي، وبندربه تدريب منه خاص، تدريب مهني وفني، بنعيد تأهيله عشان خاطر يبقى عنده المهارات اللي هي بتتطلبها الفرص العمل، وبندربه تدريب اجتماعي ازاي يبقى عامل منتج، ازاي يبقى ما بيهدرش الموارد، ازاي يستخدم الوقت بتاعه باقصى جهد، ازاي يشتغل ساعات اكتر. ده بيبقى نوع من التدريب الاجتماعي مع التدريب الفني، لان احنا مش عايزين اعداد من العمال وبس. طب انا عايزه اسال حضرتك كمان على الشق الاخر، في مؤتمركم النهارده انتوا بتتكلموا عن تدعيم مشاركه النساء في البرلمان القادم. شكل التدعيم يعني احنا عارفين لغايه دلوقتي ان في نقاط مختلف عليها لم يتم تفسيرها في الدستور زي التمثيل الملائم، وفي ضغوط ان التمثيل الملائم ده يكون 30% وهو امر ايضا لم يحسم بعد. ايه شكل التدعيم اللي اتحاد نساء مصر بيفكر فيه في فكره دعم مشاركه النساء في البرلمان؟ هقول لحضرتك، هو في حوالي 57 ست لازم هتكون موجوده على القوائم، لان في تخصيص على كل قائمه في عدد من السيدات. القوائم اللي عددها بسيط هيبقى 7، والقوائم الطويله هتبقى 21. احنا هندعم الستات دول بالدعايه الكافيه عشان يبقى عندهم اصوات كتير. هدعموهم بصرف النظر عن انتمائهم السياسي؟ يعني ممكن تدعموا نساء على قوائم متنافسه مثلا؟ لا احنا بننسق الوقت بقى، يعني احنا دلوقتي معانا جلسات مع التحالفات ومع الاحزاب عشان ما يبقاش في تنافس، وانا املي كبير في ان هيبقى في تحالف، في احزاب كتير هتخش مع بعضها في قائمه واحده. في الحاله دي هيبقى
تنسيق كويس. طيب اذا حصل التنافس بين قوائم، يعني اتحاد المرأة هيكون ليه موقف سياسي وهيختار بين قائمة وقائمة، ولا هيدعم الستات على اي يعني على الجندر زي ما بيقولوا؟ لا احنا بص احنا عندنا يعني عدد الستات اللي نقدر ندعمهم ماديا، انا بتكلم دلوقتي ماديا، ان احنا هنغطي تكاليف بعض تكاليف الحملات الانتخابية، دعاية ومنشورات وغيره. احنا ما نقدرش ندعم اكتر من 100، لازم هيبقى في لجنة مختارة هي اللي هتختار المرشحات اللي احتمال نجاحهم اعلى من غيرهم. بصرف النظر عن الانتماء السياسي. بقى هقول لك حاجة تانية كمان، احنا هنساعد الستات بنزيد فرد كمان، لان دول ما عندهمش دعم من الاحزاب. اللي نازلين فردي وعلى كفاءة عالية مش عايزين يبقوا تبع اي حزب، دول برضو يعني هيتم اختيار بعضهم عشان خاطر الدعم. شكرا جزيلا دكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر. بعد هذه الوقفة القصيرة هنتابع مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في القاهرة، انتظرونا. أهلا بحضراتكم من جديد، وإحنا بنواصل التعليق على أخبار اليوم. من أبرز الأخبار اليوم انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التي تتعثر حينا وتنطلق حينا آخر. مؤكد طبعا أن الضربة الأكبر التي كانت قد تلقتها هذه المفاوضات هي تجدد الضرب في غزة، ثم أخيرا تم التوصل إلى هدنة 72 ساعة. هل ستصمد هذه الهدنة هذه المرة؟ مغزى وصول مسؤولين إسرائيليين على رأسهم يورام كوهين رئيس المخابرات الإسرائيلية ولقائه بمسؤولين أمنيين مصريين اللي هم بيتولوا إدارة المفاوضات بشكل غير مباشر بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ أسامة عجاج مدير تحرير صحيفة الأخبار. أستاذ أسامة أهلا بحضرتك. أستاذ أسامة قطع الاتصال. طيب هنرجع مرة تانية نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ أسامة المطلع على مسار هذه المفاوضات، لكن المعروف أن الوفد رجع للقاهرة صباح اليوم بعد ما كان غادر في وقت سابق في زيارة قصيرة هتستغلق عدة ساعات هيلتقي فيها مسؤولين أمنيين، لأن اللي على رأس هذا الوفد أيضا كمان هم مسؤولين أمنيين برئاسة رئيس المخابرات الإسرائيلية. مفترض أن في مفاوضات غير مباشرة بتقوم بها مصر بين الوفدين. كانت مصادر طلع قبل كده كانت تحدثت عن ان بعض العقبات اللي بتعوق مسار التفاوض، الوفد الفلسطيني بالتوافق مع مصر وصلوا لعشر نقاط. اعترضت اسرائيل على نقاط ابرزها فكره ال 12 ميل البحري في الميناء اللي كانت السلطه الفلسطينيه او الوفد الفلسطيني بيطالب بيها ونقطه المطار. معنا تاني الاستاذ اسامه عجاج مدير تحرير الاخبار، اهلا بحضرتك. اهلا. دي الجولة الكام من التفاوض بين غير المباشر في القاهرة من ساعة ما بدأ التفاوض يا أستاذ أسامة؟ لا هي مش الجولة الكام، هي المفاوضات مستمرة منذ أن تم الاتفاق بين على تشكيل وفد فلسطيني موحد ووفد إسرائيلي. تمنعت إسرائيل في البداية ولكنها شاركت في المفاوضات، لم تتوقف المفاوضات سوى يوم السبت الماضي لما انهارت الهدنة عشان المناسبة الخاصة بالإسرائيليين، رغم أن الحرب لم تتوقف والعدوان على غزة لم يتوقف، ولكنها مستمرة منذ بدايتها حتى الآن في ماراثون سياسي صعب ومعقد، وهذا ما اعترف به الطرفان. طيب يعني هدنة 72 ساعة زي المرة اللي فاتت، هل فكرة المدة المحدودة الغرض منها استمرار الضغط عشان بعد ما تنتهي تحدث ضربة أخرى تقوي مركز الإسرائيليين مثلا في التفاوض؟ لا أنا أعتقد أن استمرار الهدنة هو نوع من أنواع تخفيف الضغط على المفاوضين من خلال عامل الزمن. دعينا نتفق على شيء مهم، أنه المفاوضات أنه الهدنة الماضية التي استمرت 72 ساعة استمر بالتوافق معها مفاوضات شاقة بين الطرفين، تم التوصل إلى بعض التفاهمات ولكنه لم يحقق مطالب الطرفين. فعامل الوقت عامل مهم. الهدنة القادمة الثالثة ستنتهي نهاية هذا في منتصف هذه الليلة. هناك محاولة وطرح مصري لمد الهدنة 72 ساعة أخرى لإتاحة الفرصة أمام الطرفين لمزيد من المفاوضات والرجوع إلى القيادات لحسم كثير من المسائل المعلقة بين الطرفين. يعني معنى كده أن لم يتم حتى اللحظة الاتفاق على تهدئة شاملة لحد النهاردة. أحد المقترحات المطروحة وأحد الأفكار التي طرحت فترة في خلال الأيام الماضية والساعات الماضية فكرة هدنة طويلة الأمد تستغرق سنوات، قيل 8 سنوات، ولكن
ما زال الأمر محل جدل، لم يتم الاتفاق عليه، لأنه الاتفاق سيتم الإعلان عنه إذا تم التوصل إليه، ولكنها مجموعة أفكار متداولة يتم نقلها ما بين يتم نقلها من الطرف المصري إلى الوفد الفلسطيني والوفد الإسرائيلي. لم يتم حتى الآن الاتفاق على شيء محدد يمكن الاستناد إليه كاتفاق نهائي بين الجانبين. في تكتم واضح على النقاط الخاصه بالتفاوض. امبارح السيد عزه الرشق القيادي في حماس كان كتب حتى على حسابه على تويتر ان في تكتم شديد للمصلحه العامه، وان احنا مش هنعلق ومش هنتواصل مع الاعلام ومش هنقول تصريحات، لكن ما تسرب ان كانت نقط الخلاف حتى الان هي متعلقه بالميناء والمطار. في حدود معلومات حضرتك، هل تم تجاوز هذا الخلاف ولا لسه؟ هو مش تم تجاوزه، ولكن هناك اتجاه لتأجيل البحث في القضيتين، لأنه إسرائيل بتعتمد، رغم أنه هذا غير حقيقي بالمرة، تعتمد على أنه فكرة المطار والميناء مرتبط بإعلان بقيام الدولة الفلسطينية، رغم أن اتفاقية أوسلو تنص على وجود مطار، وكان هناك بالفعل مطار في غزة وضرب في الانتفاضة الثانية، وكان هناك وأهم برضو حجم البنية الأساسية. أعتقد أن المطار والميناء هو الحل السحري تماما لكافة الأطراف لإنهاء الحصار على قطاع غزة، نظر لأنه سيتيح ده إذا تم التوافق أصلا على إنهاء الحصار. يعني أنا بقول أنه ده حتى بديل عن إنهاء الحصار، لأنه المطروح الآن مسألة الفتح المنافذ السبعة، المعابر السبعة، ليس المنفذ رفح فقط، ولكن المنافذ الأخرى بين غزة وبين الطرف الإسرائيلي. وأعتقد أنه الكلام في المطار والميناء هو الحل السحري، لأنه في ظل ترتيبات محددة ورقابة دولية يتم الاتفاق على صياغة بالنسبة لها، هو الحل السحري الذي يمكن من خلاله إنهاء الحصار على غزة. شكرا جزيلا على هذه المعلومات للأستاذ أسامة عجاج، مدير تحرير صحيفة الأخبار. وعن أصحاب المعاشات اللي عقد اتحادهم العام مؤتمر جماهيري ناقش مطالبهم. الحقيقة صعب إن احنا نتجاهل مطالب هذه الشريحة التي أدت معاليها الوطن. معروف طبعا إن الاتحاد في مشاكل كبيرة أمامه، يمكن حتى من قبل ثورة يناير، منذ اتهم الاتحاد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية برئاسة ساعتها يوسف بطرس غالي بأنها استولت على أموال المعاشات وضربت بها في البورصة. من ساعتها لم تتوقف المشاكل. في مطالب من أصحاب المعاشات بتطبيق الحد الأدنى عليهم وغيرها من المطالب اللي عرضوها في مؤتمر جماهيري في حزب التجمع، شاهدنا نقلناه وننقل منه جوانب لحضراتكم. نشاهد. عقد اتحاد المعاشات اليوم مؤتمرا صحفيا بحزب التجمع لمناقشة رغباتهم في الحصول على نسبة عادلة من المعاش تؤمن لهم معيشتهم. جاء هذا المؤتمر بعد مقابلة أجريت بين اتحاد نقابات أصحاب المعاشات والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 3 أشهر، وتم وعدهم بالاستجابة لمطالبهم حسب قولهم. هنكلف هيئة مادة الاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية لممارسة الحق الدستوري القانوني بالاحتجاج في بلدان طلعت حرب في حالة عدم تلبيه مطالبنا خلال الفترة اللي حددتها الوزيرة في خطابها. المؤتمر النهاردة لتجديد مطالب أصحاب المعاشات، خاصة أن الحكومة متعنتة في حقوق أصحاب المعاشات، وخاصة في تحديد حد أدنى لأصحاب المعاشات طبقا لنص الدستور. أنا معاش مبكر 27 سنة خدمة، تأمينات مدفوعة، واجي أطلع في 7/2013 ألاقي معاشي 116.5. وإحنا دلوقتي موجودين علشان نعمل خطوات تصعيدية إن لم يستجب لإيه؟ لكل طلباتنا. بنطالب بمقابلة رئيس الجمهورية زي ما حضرتك، هو عطانا ميعاد ان احنا نقابله بخصوص المطالب بتاعتنا. الدولة النهاردة حطانا مهمشين على امل ان احنا حموت او ان عاجزة، بقينا اولادنا بقوا ارامل، بقوا ايتام. احنا عاوزين حق اصحاب المعاشات. عام على فض ربعة
هل الحياة السياسية في مصر تشبه ما قبل هذا العام بيوم واحد؟ إيه القوى السياسية التي ائتلفت ثم اختلفت؟ وإيه القوى السياسية التي اختلفت ثم ائتلفت؟ كيف تبدو الحياة السياسية عشية هذا اليوم؟ هل نجح الإخوان في صناعة أسطورتهم عن الهولوكوست اللي بيحاولوا إن هم يسوقوها في كل مكان؟ أسئلة كثيرة في هذا اليوم تستحق أن تطرح، رواية تستحق أن تروى بكاملها. هل رويت بالفعل بكاملها؟ أسئلة أطرحها على ضيفي بعد قليل، دكتور عمار علي حسن، انتظرونا. غدا إن شاء الله هتمر سنة كاملة على ذكرى فض ربعة. مؤكد إن الحال في مصر في مثل هذا اليوم بيختلف عنه في اليوم اللي زي بكرة. مؤكد إن في مسائل كتيرة اختلفت في الحياة السياسية. الرواية لفض ربعة هرويت، هروية ما حدث في الشهور من 3/7 لغاية 14 أغسطس، هرويت كاملة. ما الذي دار في الكواليس؟ هل خرج للعلن؟ القوى السياسية التي ائتلفت واختلفت أو اختلفت ثم ائتلفت؟ كيف تبدو الحياة بعد عام من الآن؟ هل نجح الإخوان؟ هل كان الإخوان في حاجة إلى هولوكوست كما يرى البعض أنه لولا ربما كانت الجماعة ستتفتت وكانت محتاجة أن يحدث ما تريد أسطرته لتبقي على لحمتها؟ كيف اختلف الشارع وكيف اختلف حال الثورة بعد عام من هذا اليوم؟ بهدوء هنحاول أن احنا نطرح هذه النقاط ونناقشها مع حضراتكم ومع ضيفنا على الهواء مباشرة الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والباحث والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك. أهلا استمون جيل. لو ابتدينا بقى من قصة، من نقطة التاريخ، هل الآن الأوان لكتابة تاريخ ما حدث في هذه الأيام؟ يعني هل روى كل الشهود حكايتهم على مدار في الـ 14 يوم؟ التفاوض، التدخلات الأجنبية، تأجيل الفض، الاعتصام كيف أصبح مسلحا، مواقف الجميع منه، هل في صورة واضحة نقدر نتكلم عنها دلوقتي ولا لسه؟ لا أعتقد أن الصورة واضحة حتى هذه اللحظة، بل هناك محطات تاريخية جديدة حدثت بعد الثورة لا تزال الأسئلة عنها مفتوحة والإجابات ناقصة حتى هذه اللحظة. وأتصور أن التأريخ لها في المستقبل لن يكون منصفا، لا سيما في مرحلة الاستقطاب. هو تاريخ مؤدلج على وجه التحديد، يعني كل يكتب وفق مصالحه ووفق تحيزاته الفكرية أو السياسية. هل يعني الرواية لها جانبين اتنين بس؟ لا، الرواية لها جوانب عديدة، وحتى المنصف الذي يريد أن يسجل هذه الرواية قد لا تتوفر له المادة كاملة التي من خلالها يحكم على الأمور كما جرت في الطبيعة. هذه مسائل مقطوع بها. نحن حتى بعد ما بدأت الشهادات تتواتر، يعني دكتور زياد بهادين خرج عن صمته، بدأ يتكلم يروي بعض الأشياء في طبعا البرادعي، وفي يعني في شهادات كثيرة في، لكن هل تم تسجيل هذه اللحظات؟ يعني في أشياء معلومة نقلت على شاشات نعرفها، الاعتصام ما كان يحدث فيه، ما كان يقال على منصة ربعة، التهديد بالعنف، وجود أسلحة، يعني كل هذه الأشياء كنا نراها صوت وصورة. الكواليس، الوفود الذاهبه والخارجه، زياره خيرت الشاطر في السجن من قبل وفد بتاع الاتحاد الاوروبي، يعني في مسائل كتيره. كل ده دار في اروقه السلطه ولم يعلن بشكل كامل على الناس. وهناك مثلا واقعه يعني انا كنت شاهدا فيها وكنت جزءا منها، وهي تخص الدكتور محمد البرادعي. دكتور محمد البرادعي في يوم 30/7 حين كان يتحدث عن ضرورة حل هذه المشكلة بطريقة سلمية، ويومها كان هناك خبر يتداول بأنه قد استقال أو يريد الاستقالة. أنا كلمته فقال لي لا، ده غير حقيقي، نريد فضا سلميا. فقلت له طيب كيف؟ قال نفكر. فقال اقترح علي، فقلت له اعمل وفد يقعد مع الإخوان. وفعلا مختار نوح، دكتور كمال الهلباوي، ويمكن تسأليه، وأنا كتبت ده حتى في مقال في ذكرى 30/6. دكتور البرادعي، دكتور كمال الهلباوي جلس مع الإخوان أكثر من مرة في نادي التجديف على النيل مع قيادات إخوانية ومع رموز إخوانية،
وكانوا مصممين بالكامل على عدم فض الاعتصام بطريقة سلمية. وعاد للدكتور البلاد علي يبلغه فلم يتمكن من مقابلته. يمكن أن تسأل الدكتور كمال الهلباوي. دكتور برادعي ذهب أو استقال دون أن يفصح للرأي العام عن هذه الواقعة. إن هو حاول من جانبه فلم يتمكن. هذه مثلا رواية مسكوت عنها. دي رواية عبارة عن مشهد قليل أو ملمح في فيلم طويل. مشهد آخر يضاف للمشهد الكبير زي ما حضرتك قلت. المكان يقوله الإخوان المسلمون في حواراتهم باللغة الإنجليزية. الحوار المطول لوكالة رويترز اللي نقلته عنها السفير اللبنانية مع جهاد الحداد اللي اتكلم فيه عن إن الجيش يحتاج إلى إن عشان يفض هذا الاعتصام سيسقط 100,000 ضحية وهذه كلفة لن يتحملها الجيش. فبدأ إن في إصرار على رفع عدد الضحايا حتى يتم تحويل المسألة لا إلى وكان في رواية أخرى تتحدث عن محاولة الإبقاء على الاعتصام لإحداث انقسام في الحياة في السلطة في مصر، أو تبقى هناك سلطتان متنازعتان والغرب يعترف بسلطة موجودة ويرفض السلطة القادمة ويحدث انقسام. دي رواية مصداقية كل هذه الروايات أمام مشهد يعني الحقيقة رغم إن ما حدث حدث أمام الناس، لكن زي ما حضرتك بتقول كل من يقرأه من جانب تحيزاته الإخوان بيصروا على تصدير مشهد إن في مذبحة وجريمة ضد الإنسانية يستغلوا الإخوان. نحن حين قرأنا ما كتبوه عن زمن عبد الناصر، يعني أيام عبد الناصر لم يكن هناك فضائيات ولا موبايلات ولا كاميرات موجودة في يد المواطنين ليصوروا، ولم يكن الأمر على هذا الأساس، لكن صنعوا تاريخ موازي من تجارب في السجن معزولة لم يرها أحد، هم الذين رووها بشكل رهيب. أرادوا من خلالها أن يصوروا عبد الناصر باعتباره سفاح زي ما بيقولوا على عبد الفتاح السيسي. هل ممكن ده؟ وباعتبار أن ما جرى لهم في السجون كان في تعذيب وحشي. في المقابل عندنا رواية الشيوعيين، يعني عبد الناصر كان بيسجن الإخوان وسجن الشيوعيين. صحيح. رواية الشيوعيين تتحدث عن تجاوزات في السجن لكن ليس بالطريقة الأسطورية التي صورها الإخوان. لما تقري مثلا أيام من حياة زينب الغزالي أو تقري كتابات جابر رزق عن التعذيب في سجون عبد الناصر، أمر مبالغ فيه إلى أقصى حد. أو مثلا يروي رواية أن سيد قطب طلب منه أن يكتب اعتذارا فقال إن الإصبع الذي يرتفع ليسبح باسم الله لا يمكن أن يكتب للسفاح أو للديكتاتور طالبا العفو منه. طب من الذي كان سيد قطب موجود مسجون والذين يتعاملون معه هم ضباط في مين اللي نقل الرواية؟ في السجن الحربي أو مين اللي نقل الرواية؟ رواية مختلقة ومصطنعة. زمان كان في فرصة عند الإخوان لاختلاق مثل هذا. دلوقتي هل اختفت هذه الفرصة؟ يعني الإخوان بيستغلوا وسائل أخرى، تتكلم حتى عن تقارير حقوقية ودفع وتوغل في داخل المنظمات الحقوقية. هتوقف مع حضرتك عند هذه النقطة، لكن خلينا نتوقف عند بعض المشاهد التي نستدعيها قبل عام من الآن. نشاهد. عمليات إرهابية جديدة تهدد بتنفيذها جماعة الإخوان قبيل الخروج في مسيرات عنف جديدة إحياء لذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التاليين على ثورة 30 يونيو وعزل محمد مرسي من حكم مصر. كانت الجماعة قد حشدت المئات في الميدانين بالتوازي مع دعوات حركة تمرد للخروج في مظاهرات سلمية ضد حكم التنظيم عقب جمع ملايين التوقيعات منتصف العام الماضي بسحب الثقة من أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير. عبرت ممارساته وخطاباته عن انحيازات واضحة لجماعته وأفكارها البعيدة عن مفهوم الدولة وثقافة وطبيعة شعبها، حتى إن التنظيم كانوا يلقبه بمندوب الجماعة في قصر الرئاسة. داخل اعتصام رابعة احتشدت قيادات الجماعة مهددة بعمليات إرهابية واسعة بحق الشعب وجيشه
ردا على عزل مرسي وإعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو، والتي لاقت توافقا غير عادي من كافة القوى السياسية. فتوالت عمليات الإرهاب الإخواني المسلح، وجرى حرق أكثر من 70 كنيسة وملحقاتها، وعدد كبير من المحاكم وأقسام الشرطة قبل وبعد فض اعتصامي الإخوان اللذين أشاعت الجماعة أن عدد ضحاياها داخلهما بلغ 4000 خلال الساعات الأولى للفض. فندت تقارير الطب الشرعي أكاذيب الجماعة وحصرت 627 قتيلا بينهم 55 ضحية من الشرطة، مع وصف طرق وأسباب وفاتهم دون وجود تقرير صفة تشريحية واحد يزعم انتحار أحدهم. كما فضحت جرائم المعتصمين المسلحين بحق مواطنين عثر على جثثهم خلف المنصة، وأيدها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بتأكيده على حقيقة عدم مشاركة قوات الجيش في الهجوم على المعتصمين. هل يعني إذا كان التاريخ لم يبعد كل هذا البعد، إذا كانت التسجيلات لتهديدات جماعة الإخوان المسلمين لا تزال حاضرة، إذا كانت أعمال العنف اللي هددوا بها فعلا تحدث على الأرض منذ عام، سواء في سيناء أو حتى السيارات المفخخة اللي اتكلموا عنها شفناها، التفجيرات والانتحاريين، كل ما هددوا به رأيناه على الأرض، فعلى أي أساس يصنع الإخوان المسلمون أسطورتهم عن المذبحة التي يروجون لها في كل مكان؟ لا، هو الـ 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 في يعني مسألة صناعة المذبحة أو صناعة الأسطورة أو صناعة المظلومية أو الكربلائية زي ما بنقوله، ده جزء أصيل من تفكير جماعة الإخوان وجماعات نظيرة في العالم، سواء منتمية للدين الإسلامي أو أديان أخرى. يعني مثلا حادثة قلعة المسادة في التاريخ اليهودي اللي روجوها أولئك الذين فضلوا الانتحار على الاستسلام وكانوا يتحلون بهذه الشجاعة. هذه الرواية لا تزال تتناسل وموجودة، واليهود يستخدمونها في العالم، ده إلى جانب الهولوكوست طبعا اللي حصل في ألمانيا، هو حصل بالفعل لكن تمت المبالغة فيه، تمت أسطرته إنه قاصر على اليهود فقط، وتم بهذه الطريقة البشعة وهذه الأعداد الكبيرة، بيتكلموا عن 6 ملايين، هذا غير صحيح. صحيح، فالفكرة الإخوانية يعني في صناعة المظلومية ليست يعني لا تبتكر شيئا غير موجود، هو موجود وتم تجريبه ونجح. ازاي غرسه مع في عقول؟ يعني احنا بنشوف دلوقتي الناس بتكتب من اتباع الجماعه او متاثرين بافكارها او متعاطفين معاها، بيتكلموا عن مجتمع رابعه باعتباره المدينه الفاضله، بيتكلموا عن الفض باعتباره مذبحه، يتم الترويج لده. يعني اذا كانوا هم قادرين على اقناع اتباعهم بذلك، هل هم قادرين على اقناع الراي العام؟ يعني بنشوف تقارير حقوقيه زي هيومن رايتس ووتش، ويمكن في معركه دائره بين الحكومه المصريه والمنظمه، وفي جوانب اخرى بتتبدى ان في زملاء بيقولوا ان المنظمه حرفت شهاداتهم. يعني هل حضرتك لديك معلومات عن كيفيه الاختراق؟ من زاويه علميه بحته، هذا التقرير فيه امتهان لقيمة العلم ومنهج العلم والتفكير، لسبب بسيط، أن أي واقعة لا يمكن أن تعالج بعيدا عن جذورها والسياق الذي أنتجت فيه. يعني حين تتحدثي عن تقرير عن يوم الفض فقط، فهذا ابتصار مخل أو اكتزاء مخل، لأن المسألة يجب أن تعود إلى جذورها. جذورها بدأت في استاد الصالة المغلقة في استاد القاهرة يوم مؤتمر نصرة سوريا، بخطاب يهاجم المجتمع ويتوعده، ده بنسميه في علم العنف اللفظي والعنف، وفي عنف رمزي شغال، وأحيانا الكلمة يكون تأثيرها أو أقوى من القنبلة. انت ممكن تلقي قنبلة تقتلي واحد، لكن ممكن كلمة واحدة يقولها شيخ مثلا هذا مجتمع كافر، فهذه الكلمة وهذه الجملة البسيطة يترتب عليها تترجم آلاف الناس يستبيحوا أعراض وأموال ودماء وأرواح هذا المجتمع كله. فلا نقلل من قيمة العنف اللفظي الذي بدأ يمارس من الصالة المغطاة في استاد القاهرة، وترجم أول ما ترجم في زاوية زاوية أبو مسلم، بالضبط، وترجم في زاوية أبو مسلم ضد الشيعة. ونيجي نتكلم على يوم 21، يعني
المنظمة لم تأخذ في الحسبان أن هذا الاعتصام بدأ 21 يونيو قبل 30 يونيو قبل 30 يونيو، وإني الناس في التحرير نزل 28 يونيو، يعني قبل 30 يونيو بيومين، كان يوم الجمعة 28 والحد 30، نزلت الناس 28 وبقيت في الميدان إلى 30 إلى الحشد الكبير. وإنه لم يأخذ في الاعتبار إن على منصة ربع كان يمارس طيلة الوقت العنف اللفظي والعنف الرمزي ضد المجتمع، ولم يأخذ في الاعتبار أن يقرأ في تاريخ الإخوان اللي هي فكرة صناعة المظلومية أو فكرة أو وهم انتصار الدم على السيف. هل في استغلال لأدوات، يعني خلينا بافتراض حسن النية، أولا احنا معنا شهادة لأحد الزملاء الصحفيين اللي بيقول إن تم تحريف شهادته في عايز أكمل النقطة فضل. وبعدين تيجي تفرقي بين إن مثلا ترجعي أسباب القتل إلى الدفاع عن النفس أو تعمد القتل إن دي آلة قاتلة بطبعها، أو خطأ في التصرف أو في التدبير الميداني، أو عدم تدريب للكوادر أو سواء عساكر أو ضباط أو صف ضباط الذين فضوا الاعتصامات، باعتبار دي مسألة جديدة على مصر. إحنا ننسى أيام حسني مبارك في 2005 لما حبت الشرطة تفض اعتصام في ميدان مصطفى محمود ضد السودانيين، التانيين رفعوا حلل وما اعرفش، حصلت مجزرة. بمعنى ايه؟ ان لم تكن قوات الشرطة هي ذاهبة لفض اعتصام مصطفى محمود تقصد قتل هؤلاء، لكن القتل جاء نتيجة ان مفيش تدريب، ان المسألة جديدة، ان قالوا ان المعتصمين بدأوا الهجوم. كل هذه اشياء كان يجب ان تؤخذ في الحسبان اثناء صناعة هذا التقارير. المسألة الأخيرة والمهمة أيضا، إذا أرادت الدولة المصرية أن تتجنب انتقادات الآخر سواء كان منظمة حقوقية أو أمم متحدة أو أي دولة أخرى، فعليها أن تحصن نفسها بالعدل. يعني تقرير تقصي الحقائق كان يجب أن يكون فيه عدل وتوخي وسماع لكل الروايات، وكان يجب أن يحاسب المخطئ، وكان يجب أن يوضع يعني الرأي العام في حقيقة أيضاً ما جرى. أيضا سمعة تقارير تقصي الحقائق في الحكومة المصرية، احنا ما شفناش تقرير تقصي الحقائق في أحداث 28 يناير لغاية هذه اللحظة، لم يحاسب أحد على موقعة الجمل وغيرها. لكن أنا عايزة يعني إذا افترضنا حسن النية، يعني إذا كان في قصف عنيف للمنظمات الحقوقية بشكل كبير من ساعة ما صدر تقرير هيومن رايتس ووتش، اللي أنا عايز أفهمه من حضرتك بشكل علمي، إذا افترضنا مثلا إن في حسن النية، إيه الأدوات اللي ممكن يتم استغلالها لتصوير الأمر؟ يعني هل ممكن استغلال حسن النوايا أحيانا لدى المنظمات الحقوقية؟ هو شوف، بص أقول لك حاجة، الإخوان في البداية كانوا يسوقون ذلك من أجل أن يقف العالم ضدهم ولا يعترف بما جرى في 30 يونيو وما ترتب عليه وخريطة الطريق. تجاوزنا هذه المرحلة، العالم اعترف والدول الخارجية يعني سلمت بالأمر. وأنا كتبت مقال قبل كده عن الإخوان والأمريكان، قلت لهم لا تعولوا على الأمريكان، يعني أنتوا نفسكم كنتوا تقولوا نغطي بالأمريكان عريان، والآن غيرتم رأيكم وتضعون كل أدوات اللعبة في الولايات المتحدة الأمريكية، دفاع أمريكا عن الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو التدخل الحميد وكل هذه الألفاظ البراقة، هي لافتات للدفاع عن مصالحها لكن ليست جادة في ذلك. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إن جماعة الإخوان فشلت أو أخفقت في مسألة عدم الاعتراف بما جرى والاعتراف بمحمد مرسي ونظامهم، تجاوزوا المسألة دي، فتستخدم الآن هذه القضية في إيه؟ في الحفاظ على تماسك التنظيم وتشويه وتجريس النظام الحالي باعتباره نظام قاتل. هل ما يرى البعض أن الإخوان كانوا أكثر من غيرهم احتياجا إلى فض ربعة حتى يبقى التنظيم؟ صحيح. يعني في بعض الناس شايفين أن كان أفضل وسيلة للتعامل مع هذا الاعتصام هو تركه حتى يذوي. أولا ده كان اختيار قائم من الناحية المنطقية. أنا صحيح تكلمت وكنت مع الأستاذ إبراهيم عيسى وتكلمت عن الفض المعنوي مش الفض المادي، قبل الفض بفترة، وهو إزاي كل الأهداف التي تريدها جماعة الإخوان من هذا الاعتصام يتم تدميرها وترك الأمر على هذا النحو، إن بعد رمضان وبعد العيد ممكن أمور تختلف. لكن المشكلة أن هذا الاعتصام لم يكن يعني اعتصاما عاديا، يعني كان ينظر إليه من قبل السلطات باعتباره
أحد الأسباب أو أحد الذرائع التي يمكن أن يستغلها الخارج في التدخل في المصالح الوطنية أو التأثير على الإرادة الشعبية المصرية التي نشأت بعد 30/6، لأن أنت مش أمام مجموعة محتجة في الداخل وتخاطب الشعب المصري، لا، أنت أمام مجموعة بتخاطب العالم. مجموعة كانت بتسجد على اعتبار أنها تطلق إشاعة في بوارق قدمت حلف النيتو تحرك، الأساطير الأمريكية تحركت، وبتطلب من أمريكا تضرب الجيش المصري، وبتطلب. فبقى الموضوع أوسع. يعني مثلا لو كان خطاب الإخوان داخل رابعة خطاب سلمي غير عنيف، لما فيش أي تصرفات مادية عنيفة، لو كان خطابهم للشعب المصري، لا، الشعب المصري جاهل وكافر وعبيد البيادة وما عرفش ايه، فده خطاب للخارج. فالمشكلة لازم الاعتصام ان فكرة ضرب اهدافه او فضه معنويا كان صعب تحقيقها، لان هناك اطراف خارجية ايضا بتتعامل مع هذا الاعتبار هو مجرد الجزوة المشتعلة التي يمكن أن تستغلها أطراف إقليمية. وكان في توترات بتخلق من وقت لآخر، وإحنا شفنا اعتصام النهضة كيف كانت بيتحول إلى اشتباكات مع أهالي الجيزة وضرب نار وتجمعات للانطلاق، وأيضا يعني حتى ما حدث في حديقة الأرمان وغيرها، وكلام عن أنها كانت تستغل في تعذيب وربعة وما أنت بتتكلم عن اعتصام بمعنى أن مجموعة موجودة ومعتصم بشكل سلمي واخد حيز مكاني وزمن مفتوح لا بأس، بس هذا هو مكانها وخطابها خطاب سلمي. تكلمي على نقطة تجمع يأتيها الناس من المحافظات ثم تنطلق من خلالها مظاهرات تستهدف الحياة وإرباك الحياة داخل مصر بشكل كامل. فهي دي مشكلة، يعني فكرة أن الفض المعنوي يكون بديل على الفض المادي. في الفض المادي طبعا هل في أخطاء حصلت؟ طبعا في أخطاء حصلت. هل في رعونة من قوات الفض؟ في رعونة من قوات الفض. هل كان من الممكن تقليل الضحايا؟ كان من الممكن تقليل الضحايا. هل كان من الممكن التعامل بشكل مختلف؟ كان من الممكن التعامل بشكل مختلف. رواية رسمية بتتكلم عن ان الضرب بدأ من جانب الإخوان، ان اول الضحايا الذين سقطوا كانوا من جانب قوات الشرطة، وبتتكلم ايضا عن روايات اخرى بتتكلم عن ان جماعة الإخوان المسلمين كانت تعلم بموعد الفض ولم تخبر الموجودين. قيادات الإخوان كانوا يعلمون بموعد الفض سواء. هناك روايتان، الرواية الأولى هي أن السلطة اتصلت بشكل واضح لتعلمهم. الرواية الثانية، وهناك آلاف البراهين عليها، أن عيونهم داخل الداخلية أوصلت إليهم أن الأمر كذلك. يعني وسائل الإعلام كلها. الدليل الدامغ على ذلك أن القيادات التي كانت تحرض الناس وتعبئها وتحشدها للمواجهة والقتل والتشبث بالمكان هربت قبل الفض بليلة. نتكلم على محمد البلتاجي، تتكلم على صفوت حجازي، تتكلم على كل هذه القيادات كانوا يعلمون. في رواية مركز ابن خلدون اللي بتتكلم على أني في من الرواية دي، على فكرة قالها المركز السنة اللي فاتت وعاد نشرها هذا العام ردا على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، تكلم على ممر آمن، بيتكلم على إبلاغ بالتليفون، بيتكلم بمكبرات الصوت، وشوفنا إحنا زعنا جزء من التقرير ده حصل. يمكن ما كانش المر الآمن يمكن ما كانش الوقت بالاتساع الكامل، يمكن تم فكرة الدفاع عن النفس نتيجة الحديث على أن هذا المكان. الإخوان كمان صنعوا صورة لأنفسهم، لأن هي الظاهرة الدينية دي من زمان، كان الشيخ يوسف القرضاوي وكاتب مقال أو دراسة أو كتاب يتكلم عنها ظاهرة مغرورة. يعني داعش الآن مثلا تتكلم على حين نتمكن من فتح مصر أو سنقتل محمد مرسي، تكلموا عن فتح مصر كده، تكلموا عن إن إخوان أضاعوا فرصة قيام الدولة الإسلامية وهم عايزين يعاقبوهم على ذلك. فهي ظاهرة مغرورة. فمن ضمن هذا الغرور أن الذين كانوا موجودين في ربعة صوروا أو سوقوا عن أنفسهم أنهم قوة كبيرة جدا وميليشيات مدربة بتصحى الصبح تعمل عزيمة وفداء مش عارف إسلام حاجة زي كده، وبعدين في أسلحة وبعدين في تدريب وبعدين في مجموعة 95. فكل هذه الصورة التي صدروها على أنفسها جعلت الطرف الآخر يحتشد بما ربما بطاقة زائدة أو بقوة زائدة ترجمت في الميدان إلى مثل هذا العمل، وتم تعبئة ناس البسطاء. كان بعضهم ناس غلابة موجودة في الميدان رايحة تاكل، وكان في سلفيين، شيخ ياسر برهامي بيقول لك إن أغلب اللي ماتوا ليسوا من الإخوان وهكذا. وتم خلق هذه الحالة التي يعني تبرر الصدام. والإخوان كان من مصلحتهم الاقتتال على الدم، دي مسألة موجودة في التاريخ، خاصة إن هذا الدم هم لن يكونوا الطرف الأول. طيب والأساس إذا انتقلنا من الرواية المفترض أنها بتحاول أنها تكتمل من خلال كل هذه الشهادات والتذكير لبعض النقاط اللي البعض بيحاول يغفلها
يعني البعض بيحاول مثلا ان هو يصدر صورة المذبحة او هذا اللفظ دون ان ينظر الى ما كان يحدث في داخل الاعتصام، دون التهديدات التي كانت تنطلق منه، دون التدخلات اللي كانت موجودة، دون حتى الاستيلاء على المال العام، ممثل في الاستيلاء على سيارات البث الخاصة بالتلفزيون. ما هو ده واشياء انه ما خدش ده في الاعتبار، بعدين ما شافش رواية الطرف الاخر الحكومة، شافش رواية اهالي المنطقة من سكان مدينة نصر كان يجب أن تخص في الاعتبار. هل لأنه لم توجد رواية مدنية؟ يعني في العادة المنظمات الحقوقية بتنزل بتشكك للرواية الرسمية، فكان لازم توازيها رواية أخرى حقوقية. هيك أشرت إلى جانب هي الرواية الخاصة بالمركز ابن خلدون، مركز ابن خلدون، مركز المجلس القومي لحقوق الإنسان، فكرة غياب المحاسبة بشكل. هو ده اللي أعطى الفرصة للحديث بهذه الطريقة. لكن مثلا يعني لم ينظر إلى ما ترتب على فض الاعتصام، يعني فكرة سنحرق مصر اللي قالوها. طيب كلام الدكتور محمد مرسي الذي مهد للعنف وتحدث عن الدم صراحة في خطاب دونها الرقاب 2-7 ودونها الرقاب، كل ده لم يخص في الاعتبار. يعني ده في البحث، إحنا لما يجينا باحث عامل رسالة ماجستير أو بحث بيتكلم فيه عن وقعة منبتة عن سياقها وعن ظروفها، أو يعتمد على روايات محددة دون روايات أخرى، أو يحرف في بعض الروايات كما قيل، ده بيبقى بحث معيب وبيبقى باحث مدلس. فالمنهج العلمي في التفكير يجب أن تتبعه مثل هذه المنظمات حتى تروي رواية محايدة. طيب ما حدث بعد الفض، المتاحف وحرق الكنائس وحرق البيوت ومظاهرات العنيفة، كل هذا لم يوضع، بمعنى أني أنت تحدث ولغاية دلوقتي تفجيرات أبراج الضغط العالي، سيارات المفخخة، ما يحدث في سيناء اللي هم اللي اختاروا أن يربطوا بينه وبين ما حدث في ربعة العدوية في تصريحاتهم. وبعدين في اللي حاصل أني أنه تعامل مع هذه الرواية أو مع ما جرى باعتباره قوة اجتماعية تواجه سلطة، ولم يخص الاعتبار أن السلطة موجودة بين قوتين اجتماعيتين. فدايما ذهنية منظمات حقوق الإنسان، لأن ده منهج عملها، ينصرف بالضرورة إلى الانتصار للمجتمع الطبيعي على أي حسب السلطة، السلطة باعتبار أنها هي التي تحتكر القوة، باعتبار هي التي تحتكر القوة، ده صحيح، وتحتكر العنف المشروع كما يقال. لكن في هذه اللحظة كانت لحظة مختلفة، بمعنى أن هناك قوتين اجتماعيتين، منهم القوة الأكبر الإرادة الشعبية لترجمت في 30/6 و3/7 و26/7، وهناك قوة اجتماعية أخرى والسلطة موجودة بين الاثنين، اتخذت قرارا منحازا للقوة الأكبر، مثلما اتخذت قرارا منحازا أيضا للقوة الأكبر في 25 يناير. يعني الإخوان روايتهم طلعوا كل تصريحاتهم على قناة الجزيرة في 18 يوم بتاع مبارك، بعد شعار، بعد البيان الأول للجيش في 1 فبراير، الجيش العظيم الذي انحاز الإرادة الشعبية، قواتنا المسلحة هي ملك الشعب، لا يمكن أن تخون الوطن، لا يمكن أن تجامل مبارك على حساب البلد، كل ده كان خطابهم. طيب نفس الموقف خدوا الجيش في 30/6. الجيش المصري عقدته الأساسية، وأنا بقول حتى من زمان حتى من قبل الانتخابات، لو خرج المصريون بالملايين على الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يملك الجيش الا انه ينحاز للشعب، لان القوى المدنيه، القوى الرئيسيه للجيش هم المجندين المدنيين. صحيح. والجيش ملك الشعب في ماله وامكانياته، ومن ثم الجيش فعل في بعد 30/6 زي ما فعل بعد 25 يناير، فاما انقلابين يا اما ثورتين، يقول هذا الكلام. لا اما اذا عايز تسمي بعد ما حد بعد انقلاب يبقى اللي حصل بعد 25 انقلاب. بما ان حضرتك اثرت هذه النقطه، بما ان حضرتك اثرت هذه النقطه خلينا ننتقل النهارده لمشهد اخر بعد سنه من الفض. قبل 3 سنوات تقريبا لما شاهد الراي العام مشهد الحقيقه كان صادم ومفاجئ ساعتها، اللي هو اول رئيس يشوفه في قفص الاتهام، الحقيقه اصبح مشهد مألوف، لدينا رئيسين في قفص الاتهام. هل ترى ان في حاله تعاطف اوسع بسبب الاخطاء التي جرت في الثلاث سنوات مع نظام مبارك الان؟ طبعا هذا التعاطف سببه في تعاطف، حضرتك بتقر الاول في تعاطف، في تعاطف مع نظام مبارك بدا من ايام حكم محمد مرسي، وقبل ذلك نتيجه حاله الارباك التي كانت فيها البلاد بعد الثوره. مش تعاطف، هو بالطبع يعني دي مساله في حاجتين مهمين لازم ننظر ليهم. في دراسات نفسيه في علم النفس السياسي بتقول بشكل واضح وصريح ان البشر بطبيعتهم لديهم حنين إلى الماضي.
يعني هل اي ماضي يصبح يعني بعد شويه ممكن الناس تحن لزمن مرسي مثلا؟ الشعب الاسباني مثلا عملوا استطلاعات راي لهم بيحنوا لزمن فرانكو رغم ان كان في استبداد. ليه؟ هو لا يحن، هو يحل لزمنه هو. كان هذا الشخص في ذلك الزمن مثلا في شبابه، في صحته، يعيش قصة حب جميلة. خلينا نتكلم حتى عن أجيال جديدة. يعني حضرتك هتلاقي أن بعض مثلا الأجيال الجديدة تتكلم دلوقتي عن مبارك بقدر أقل من الحنق عن قبل 3 سنين. كمان أداء الإخوان، يعني الإخوان اللي أجهضوا ثمار ثورة 19 اللي قالت الدستور وعمل الدستور 23، فراحوا وقفوا جنب إسماعيل صدقي لما لغى الدستور وبعدين جاء سنة 46، واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكلموا عنه باعتباره النبي. الإخوان اللي شجعوا الملك على ضد الأحزاب وعبد الناصر ضد الحياة الحزبية وحلها وقالوا نحن رجالك، والسادات لضرب اليسار وحسن مبارك باستخدامهم كفزاعة، تلهفهم على ثمار. وأنا لا أقول ذلك الآن، أنا كاتب مقال يوم 13 يوم 9 أبريل أو 5 أبريل 2011، كان عنوانه الإخوان وغزوة أحد، كنت بقول لهم أنتوا بتخونوا الثورة وهتدفعوا الثمن مبكرا. بمعنى إيه؟ إن هم نتيجة هذا الأداء جعلوا قطاع من الشعب يمكن أن يحن. لكن كلام اللي بيقوله مبارك اليوم مثلا في المحكمة كلام فارغ، لأن كل ما نعيشه الآن من إرباك ومن خراب من نتاج هذا الزمن. رئيس عبد الفتاح السيسي نفسه في حوار أحد الحوارات قال إن في تخريب وفي خراب وفي دمار والدولة ورثة أمور صعبة. هل هو يكذب؟ طيب الجيش حين انحاز في 25 يناير وقال نحن نحمي الثورة، نحن شركاء في هذه الثورة، هل كان الجيش يحمي مؤامرة ويشارك في مؤامرة؟ لا. هل تحول الوضع من أن ثورة 25 يناير كانت تحاكم نظام مبارك إلى أن أصبح نظام مبارك يحاكم ثورة 25 يناير؟ نظام مبارك يحاول أن يحاكم 25 يناير، لكن 25 يناير موجودة في ديباجة الدستور المصري في خطاب السلطة الحالية تتحدث عن ثورة 5. أقصى ما يمكن أن تفعله وفعله الرئيس في خطابه انه في يوم 23 يوليو نتحدث عن ان هاتين الثورتين امتداد لثورة 23 يوليو ولم تنسخ، بطبع انتماء للمؤسسة العسكرية. هل كنت تؤيد اذاعه دفاع مبارك؟ يعني البعض قد يسال يقول طب اذا كنتم اتحتم للرئيس السابق يحاكم اللي هو مبارك ان يدافع عن نفسه علنا امام الاعلام، هل ستتيحون نفس الفرصه للمرسي باعتباره ايضا رئيس سابق ويحاكم؟ يفترض اذا تحدثنا عن الانصاف يفترض، لكن هو اساسا لم يكن من المقبول ان تتاح مبارك يدافع عن نفسه ويتحدث عن مؤامره وحبيب العدل يتحدث عن مؤامره، ده طبيعي في دفاعهما عن نفسيهما، لكن ان يتاح لهما هذه المساحه على وسائل الاعلام ده الذي يلقي علامات استفهام ويلقي في الوقت ذاته عبئا ثقيلا على السلطه الحاليه. هيفترض نفس السؤال بالنسبه لمرسي. الجيش حين تدخل لعزل مبارك قال بشكل واضح انه منحاز للاراده الشعبيه وتحدث عن ثوره وتحدث عن شهداء لهذه الثوره وحياهم اللواء الفنجري، والجيش قال حمينا الثوره، والجيش قال نحن شركاء في الثوره. فبعد كل ذلك يجي مبارك النهارده ويقول مؤامره، وكانه يقول ان الجيش حمى مؤامره، الجيش شارك في مؤامرة فيها، وهذا غير صحيح. طيب واحنا بنتكلم قبل ما نترك النقطة الخاصة بتقارير المنظمات الحقوقية، حضرتك انتقدت تقرير هيومان رايتس ووتش على أساس أنه من الناحية العلمية بقى كباحث تغافل عن أدوات طبعاً علمية بعينها في جمع الحقائق والمعلومات وتجاهل أشياء بعينها. الحقيقة أن في شهادات أخرى تتحدث حتى عن أن الحقائق التي جمعها قد تكون تعرضت للتلاعب بها. معنا زميلنا الأستاذ ماجد عاطف مراسل مجلة النيوزويك السابق. الحقيقة أن أطع بقى الأستاذ ماجد، هنحاول نحن نتصل به مرة تانية. أستاذ ماجد نشر شهادته وتحدث عن تلاعب تم بها، هنعرف منه أكتر عن هذا الموضوع لما يعود مرة تانية عن الهاتف والاتصال الذي انقطع. إلى أن يحدث ذلك برجع في نقطة مجازة للدكتور عمار علي حسن، وهي النقطة المتعلقة بالقوة السياسية. يعني ليلة فض ربعة كان لا يزال تحالف 30 يونيو في أوج قوته وتماسكه، وكان في إحساس بالخطر. طيب رجع لي ماجد عاطف. أستاذ ماجد عاطف مراسل نيوزويك السابق، أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ ماجد. أهلا وسهلا. حضرتك بتقول إن شهادتك التي جمعت منك كشاهد عيان وكزميل صحفي كنت تغطي اعتصام فض ربعة تم التلاعب بها، لو تفهمنا حقيقة هذا الأمر. هو ما تمش التلاعب بها بالمعنى ده،
اللي حصل ان في ان 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 الصفحه 26، انا ازمتي مع هيومن رايتس ووش الصفحه 26 مش في التقرير كله. صفحه 26 التقرير بيقول ان هو في جزء بتاع مقتل الضابط اللي اعقبه بعد كده اطلاق نار بين الطرفين، هو بيقولوا فيه ان الجزء ده احنا مش هنقدر نستخدمه او عندنا شك فيه او مش هنقدر نثبته، لان ماجد عاطف في اول اجتماع معانا قال لنا كذا، في ثاني اجتماع قال لنا مواعيد مختلفه. يعني هو بيقول ان انت في اول قعده قلت توقيتات، في ثاني اجتماع قلت توقيتات ثانيه، وحيث ان التوقيتات مختلفه شهادتك متضاربه من وجهه نظرهم. بالظبط، المشكله ان ما عدتش غير مره واحده بس. فده بالنسبه لك القى بظلال من الشك على طريقه جمع الشهادات نفسها؟ هل القى بظلال من الشك على طريقه جمع الشهادات؟ انا لما بصيت على التقرير كله وقريته كله، التقرير كله الكلام اللي قلته كله مظبوط، يعني في صفحه 4 صفحه 6 ما عنديش اي مشكله فيه خالص. انا عندي مشكله بس في الجزء ده، الجزء بتاع صفحه 26 اللي هو انت بتقول لي ان احنا الجزء ده خاص بمقتل الضابط، انا مش فاكر هو كان عنيد متهيألي او اليوم مش متذكر بصراحه، الجزء ده انت بتقول احنا هنقدر مش هنعتمد عليه واحنا شاكين فيه، وصاغوها نفسها صفحه 26 صاغوها بنظريه توحي بالشك. يعني طب يا استاذ ماجد، يعني حضرتك كنت شاهد على هذه الواقعه وبتقول انها يعني تم التشكيك فيها وحذفها، مؤكد ان هذه الواقعه كان عليها شهود تانيين غير حضرتك، ومؤكد ان المنظمه استمعت اليها، هل رايت ما يؤيد الحدث اللي انت شخصيا شهدت عليه، ولا يعني مساله ممكن تتحدث نفهم منها ان كان في اقتطاع او اجتزاء او انحياز لاجزاء بعينها في الشهادات؟ انا ما فهمتش سؤال حضرتك، انا اسف. انا بسال حضرتك، انت بتقول ان في حادثه انت كنت شاهد عليها وشهادتك تعرضت للتشكيك، مظبوط؟ لا هي مش حادثه واحده، انا الشهاده انا بتكلم على الجزئيه اللي شهادتك اتهمت فيها بالتضارب حولها، هل هي مذكوره على لسان شهود اخرين؟ اكيد، يعني انا ما كنتش لوحدي هناك. انا بسال حضرتك في التقرير، هل هي مذكوره على لسان شهود اخرين؟ لا 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 لا، يعني هي محذوفه خالص من التقرير. هي مذكوره، هم قالوها، بس هو بيقولوا ان احنا مش هنقدر، يعني لن يتسنى لنا ان احنا نثق في الكلام ده، لان هو الشاهد ماجد عاطف قال لنا الكلام ده في اول اجتماع كذا الساعه 11، في تاني مره قال لنا الساعه وانت اصلا قعدت معاهم مره واحده بس. مره واحده، وعلى فكره انا بعت النهارده شكوى لمكتب هيومن رايتس ووتش للبديل الاقليمي، هم قالوا احنا هنحقق في الموضوع، اشتكيت اللي كتب التقرير. خدي بقى حضرتك، احنا في هنا النقطه اللي بنتكلم فيها، الشخص الاستاذه اللي انا عملت معايا الشهاده مش هو اللي كتب التقرير، هي بعد كده استقالت، فواحد تاني كتب التقرير، انا اشتكيت اللي كتب التقرير. اللي هو دلوقتي لم يقعد موجود في المنظمه. لا يا فندم، اللي في الخدمه، اللي موجود في الشغل دلوقتي، انا اشتكيت كاتب التقرير. طيب انا عايز اعرف من حضرتك تعليقك على التقرير في ضوء اللي انت نفسك شفته. بشكل عام عن التقرير؟ بشكل عام. انا ما انا شهادتي حضرتك قلتها في ثلاث جهات، في التقرير بتاع هيومن رايتس ووتش، في التقرير بتاع المجلس القومي لحقوق الانسان، في تقرير المبادره المصريه لحقوق الشخصيه. فانا اتكلمت ثلاث حاجات، انا ماليش تعقيب على التقرير، ما بعقبش على التقرير، كل جهه طلعت تقريرها زي ما هم شايفينهم، ده يخصهم، انا ماليش تعقيب على التقرير. انا كل مشكلتي حضرتك معاهم في الجزء ده، هو ان انا الجزء ده مش حقيقي، اللي كتب التقرير ما قالش حقيقه، انا قعدت معاك مره واحده بس دي كانت دي مشكلتي، صفحه 26. لكن التقرير كله، التقرير كله انا مش لاقي التقرير والتقرير. لا ما عندكش مشكله معاه. لا انا مش تقييم، يعني هو حلو او وحش، انا مش جهه تقييم، انا ما بقيمش تقرير شغل الناس، يعني مش انا الجهه اللي ممكن تقيم التقرير ده، انا مشكلتي حاجه يا استاذه منى تنحصر في صفحه 26. انا فهمت حضرتك، انا ما قعدتش معاك مرتين، ليه بتقول كده بس؟ شكرا جزيلا. غير في شكوى. شكرا جزيلا استاذ ماجد عاطف، مراسل مجله نيوزويك الامريكيه، معلقا على شهادته اللي تم التشكيك فيها بالطريقه اللي ذكرها في تقرير هيومن رايتس ووتش. معايا على الهاتف ايضا استاذ كمال حبيبي، الباحث في الحركات الاسلاميه. استاذ كمال، عايزين نفهم من حضرتك تصور عن رد فعل جماعة الإخوان على السنة من المذبحة، الجماعة فعلا كما تطلق عليها، وفضل اعتصام كما رأيناه على الشاشات. جماعة الإخوان تحت هذا الزعم بدعت إلى مظاهرات بكرة وإلى تحركات، تعليق حضرتك أو تصور حضرتك لهذه التحركات هيكون إزاي؟ هو طبعا بالنسبة للتحركات أو يعني تصوري إن طبعا في دعوة قديمة لأن يكون هناك يعني احتشاد كما هو في مثل هذه الحالات، ولكن الاحتشاد قد يصحبه بعض العنف. يعني انا متوقع ان هذه الاحتفال بالذكرى الاولى ذلك سيشهد يعني احنا مؤكد انتظار يعني
أن يقتل بعض الذين سيخرجون للتظاهر. وبالتالي كما هو الاستقراء ما جرى قبل هذا، وبالتالي نحن يعني متأكدون أن أحداث عنف ستجري، هذه الأحداث ستقود إلى قتل بعض الأبرياء، ورغم ذلك نخرج إليها، يعني نخرج إليها. وهذا يطرح سؤالا كبيرا، هو إذا كان هناك تأكد أن أننا سنخرج في مظاهرات لا تكون مضمونة النتائج، أو لا تكون مضمونة يعني أنها سلمية، أو قد تمتد إلى عدم الانضباط أو انبساط أو عنف أو أي شكل من هذه الأشكال ويقتل فيها بعض الأبرياء، هل في هذه الحالة يعني يجوز أن نمضي فيها إلى الأمام؟ أستاذ كمال، هل في تصورك أو في المعلومات التي لديك ربما في أشكال في تحركات أخرى غير مجرد التظاهر الذي قد يؤدي إلى عنف زي ما حضرتك ذكرت؟ يعني وارد، أيضا وارد أن هناك بعض المجموعات التي يعني المجموعات الصغيرة المتشابكة اللي عندها تصورات عن فكرة السلمية لن تكون مجدية، وبالتالي يمكن أن تذهب هذه المجموعات إلى شكل من أشكال العنف. وأنا أظن أن بعض هذه الأعمال قد بدأ اليوم، يعني في محاولة اعتداء على بعض الحافلات الركاب وغيرها في إمبابة، وهنا يعني بدأت بوادر هذه الأمور اليوم. وبالتالي المؤكد أن هناك بعض الشباب على هوامش المظاهرات اللي هتخرج، هؤلاء الشباب لا يؤمنون بمسألة السلمية، ويرون أن مسألة يعني ما جرى في ربعة يجب يعني تذكره بشكل من أشكال اللي ممكن يبقى فيها نوع من أنواع. هل فعلا بدأ يبقى في اتجاه لدى شباب الجماعة، يعني طول الوقت جماعة الإخوان المسلمين بتنفي عن نفسها أي اتجاه للعنف وبتنسبه للآخرين، هل تقدر تدعي هذا الأمر لغاية هذه اللحظة في تقديرك؟ لا، أنا أقول إن هناك بعض الشباب، هذا الشباب حتى ربما لا يكون يعني ربما لا يكون من الجماعة، ربما يكون سلفيون مثلا من حازمون أو غيره على هوامش الجماعة، أو حتى ربما يكونون من الجماعة ولكنهم يعني خرجوا عن فكرة السلمية أو خط السلمية، وبالتالي ممكن يحدث هناك مثل هذه المواجهات أو مثل هذه الأشكال. نحن يعني أنا أقول إن إذا كان هناك تأكد أن هناك بعض القتل سيحدث، ففي هذه الحالة لابد من إعادة التفكير أو النظر، لأن الحفاظ على النفس الواحدة. هل ممكن يكون أصلا القتل أو الاستدعاء العنف هو في حد ذاته هو الهدف من التحرك؟ لا طبعا، ما نقدرش نقول كده أن العنف في ذاته هدف، ولكن سيحدث يعني من خلال قراءتنا لما كان يجري من قبل. يعني حضرتك بتقول إن إحنا متأكدين وإحنا بنخرج إن في عنف هيحصل، وبعدين بتقول إن هو مش الهدف هو العنف، طب ما الهدف يبقى إيه يا فندم؟ لا، ما هو الهدف هو ما حدش هيطلع يقول أنا هدفي هو العنف، ولكن الهدف هو إحياء ذكرى ربعة كما يقولون. لكن المشكلة إن لا توجد خطة واضحة، أو لا يوجد بيان واضح، أو لا يوجد موقف واضح من الجماعة ليقول لنا كيف ستحدث هذه المظاهرات، كيف ستتجه، كيف ستتحرك. هو الأمر مفروغ لشباب في الميدان، هذا الشباب لا يمكنه وحده أن يتحمل مسؤولية من هذه، يعني في حدود ما تعلمه ما فيش تعليمات محددة والمسألة متروكة للارتجال. شكرا جزيلا دكتور كمال حبيب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية. برجع تاني للدكتور عمار علي حسن، وهسألك هنا في نقطة محددة عن فكرة رؤية الإخوان والمتعاطفين معاهم للعنف في السنة الماضية. يعني احنا بنشوف حتى على صفحات التواصل الاجتماعي في نوع من إبداء مثلا الإعجاب بنموذج داعش، في حين ان داعش النهارده بتعتبر ان الاخوان اللي هو الصراع التقليدي دايما بين الحركات الاسلاميه اللي بتشوف في ناس مفرطه وبتشوف ان في ناس متشدده وما الى ذلك. هل في تغير حصل في بعض المفاهيم عند شباب الاخوان؟ هو لم يحدث تغير في الحقيقه، هو كان حدث تغير في ادراكنا نحن لحقيقه جماعه الاخوان، لكن الجماعة نفسها لم يحدث لها تغير، بدليل هذه الجماعة لم تراجع أفكارها البتة. أنت اتهمتهم قبل كده أنهم مش هيرجعوها. يعني في الذي يتراجع من الإخوان يخرج من التنظيم، زي بعض الحالات الفردية التي رأيناها، إلى درجة أن البعض يكتب الآن أن المشكلة
ليست في دخول نص وكتابات سيد قطب المتشددة على مسار الإخوان، بل البذرة موجودة في أفكار وتصورات حسن البنا نفسه. خلافا لذلك، الكتاب الذي كتب ووضع عليه اسم حسن الهضيبي دعاء لقضاء، واللي كانوا بيستشهدوا به دايما على سلميته، وحسن الهضيبي نفسه لم يكن مؤثرا في تاريخ الجماعة، يعني التنظيم الخاص الذي سيطر على الجماعة واختلف مع حسن البنا في أواخر حياته ظل مسيطرا طيلة الوقت. هذا التنظيم كان له ذراع لينة جميلة تخرج تتحدث مع الناس بلغة مختلفة في مرحلة الصبر أو مرحلة التمسكن كما أسميها. فلما انتقلنا إلى مرحلة التمكن وجدنا وجوها أخرى، يعني حضرتك شايف إن على العكس إن إن الجماعة هي التي كانت ذراع سياسي للتنظيم الخاص، مش التنظيم الخاص اللي كان ذراع مسلح للجماعة. أن الشخصيات التي كانت تتحدث مع الرأي العام بطريقة لطيفة وتحاول أن تصور الجماعة باعتبارها مدنية حديثة ديمقراطية وطنية، أن هذا كان دورا مرسوما بدليل نفس الشخصيات غيرها. حالة الفزع اللي أنا أصبت بيها من بعض الشخصيات التي أعرفها معرفة جيدة واستمعت إلى خطابها، يعني مثلا آخر واحد فيهم كان دكتور جمال حشمت حمائم الإخوان، كاتب مذكراته في السجن، أنا لما أعطاها لي قريت ففوجئت باللي كاتبه عن الحالة البديعة اللي كانوا عايشينها في السجون، لدرجة كلمته قلت له معقولا؟ قال لي بصراحة ولا حد أكلمنا، وكنا واللي كنا بنطلبه كان بيجي عندنا وبعض الضباط كانوا متعاطفين معانا وهكذا. يجي بعد الثورة يبقى وجه آخر تاني تكلم بطريقة مختلفة لما هو كتبه. ومن ثم نحن لم نرى جماعة تعود إلى الدم، لكن وجدنا جماعة ترفع الغطاء عن الدم. في المشهد الراهن، وخلينا نتكلم عن التحركات السياسية، يعني جماعة الإخوان تقريبا استنفذت معظم أوراقها في ضغوط حتى على حلفائها الإقليميين، بيخف حين وبيزيد حين تاني، لكن احنا بنشوف مثلا انها عملت التحالف اللي حصل في اسطنبول قبل كام يوم اللي هو تحالف الثورة عشان يحل محل تحالف دعم الشرعية. انت شايف دي كخطوة سياسية بتعبر عن ايه؟ يعني هل هي خطوة في سبيل الاندماج السياسي ولا خطوة في سبيل مزيد من التسويق؟ خطوة في سبيل التسويق السياسي الذي فات أوانه، يعني اللي بدأ، وهي الهروب من الحقيقة أن الإخوان كان الأقدر بهم لو لديهم قدر من الحصافة والتفكير في بداية المشكلة حين خرج الناس رافضين لنظام حكمهم، أني ياخدوا سيناريو للامام اللي هو الاعتذار للناس والتسليم بالاراده الشعبيه، يعملوا زي النهضه مثلا في تونس او زي غيرها، يعني بما ان هذا السيناريو هو الذي كان سيبقيهم في عين الناس وحالتهم افضل، وكان من الممكن ان يعودوا مره اخرى الى السلطه بطريقه اخرى، يعني ده حصل حتى في النموذج التركي من اربكان لاردوغان، لكن ده فات أوانه. فبدأنا مسألة التسويق، نتكلم عن جبهة الضمير، نتكلم على تحالف دعم الشرعية، جبهة الضمير كانت سابقة على 30 يونيو، وبعدين يطلع بيان القاهرة مجموعة مارشين، وبعدين يتقال بشكل صريح حتى على منصة رابعة يجب أن نرفع لافتة ثورة 25 يناير لنجمع قبل قليل طارق الزمر لسه مطلع تصريح بيتكلم فيه عن ضرورة إيجاد بديل عن ثنائية العسكر والإخوان لاستمرار الحراك الشعبي. أولا تعليقك على استخدام أدبيات أو شعارات الثورة قبل يعني في مراحل يعني قديمة قبل كده، أنا مستغرب ومستغرب اللي كان بيقفض ضد الإخوان طبعا، ومستغرب لحد صدقهم ليه، لأن كلمة الحراك الشعبي هذا الاصطلاح لا غير موجود في أدبياتهم ولا يؤمنون به، يعني الدولة الحديثة تقوم على أن الأمة مصدر السلطات. فلما اجد واحد بيتكلم عن الحاكميه ان يحكم باسم الله وان الامه ليست مصدر السلطات وان البرلمان الذي يحكم باسم الشعب برلمان كافر لان الشعب لا يجب ان يعين السلطه انما تعين، يعني الحقيقه كان مشهد ملفت، يجي بعد كده يقول للحراك الشعبي اسد دوزه، هو مشهد طريف ولطيف الحقيقه، حتى لطارق الزمر باللوك الجديد والمظهر الجديد اللي عامله كانه بيتكلم بخطاب يساري كانه ناشط مثلا في السبعينات في الجامعه اتكلم عن الحراك الشعبي، فانا بتكلم على الجمهور والجماهير والراي العام والايديولوجيه والطبقه الكادحه وحاجه زي كده. فأنا بتحدث عن أن أنا أمام مجموعة رأسمالية لا تؤمن بالأمة مصدر السلطات وفكرها القديم جدا، حتى فكرة الثورة غير موجودة عندهم، أن الإخوان بيؤمنوا هم كانوا يسموه الإصلاح المتدرج، بس هم الإصلاح من وجهة نظرهم هو الوصول المتدرج إلى السلطة الذي يتم تحت لافتة مشاركة لا مغالبة.
فأول ما قامت ثورة 25 يناير التي لم يكونوا يحلموا بها، وجدوا أن الساحة مفتوحة، النخبة العسكرية التي تحكم وقتها نخبة ضعيفة وليس لديها طموح، تكلم على الجنرال عنان وطنطاوي، تكلم على الشرطة مجروحة، تكلم على القوى المدنية مشتتة، الرأي العام مهيئ لقبولهم ضد فساد واستبداد نظام مبارك. فلما فتح أمامهم الباب انقضوا على كل شعاراتهم وأكلوها، وانقضوا على حلفائهم أيضا الذين استخدموهم في مراحل سابقة سواء قبل الثورة أو بعد الثورة، وشوهوا أولئك الذين كانوا يدافعون عنهم وانقضوا على هذه الشعارات. فلما يجي تاني دلوقتي يحاول أن يستخدم لافتة ثورة 25 يناير مستغل طبعا المرافعة الهزلية والتخريف الذي حدث ويحدث في المحكمة من العدل وحسني مبارك الذي بخطابه هذا كما قلت وكأنه يدين الجيش المصري أنه قد انحاز أو شارك في مؤامرة في 25 يناير والأمر لم يكن كذلك، هما بيستغلوا هذه الأجواء وينادوا بعض الشباب اللي ليس لديهم خبرة الذين لم يقرأوا عن تاريخ الإخوان جيدا. دي نقطة مهمة، وأنا سألت حضرتك قبل شوية عن تحالف 30 يونيو الذي يرى البعض أنه تفتت تماما، البعض بيرى دلوقتي أن ما يصب في مصلحة الإخوان هو ظهور وجوه نظام مبارك بشكل واضح في الساحة وعلى حساب ثورة 25 يناير وإدانتها بكل الطرق، هل سيصب هذا الأمر في مصلحة الإخوان بشكل من الأشكال؟ هل سيعيد إليهم حالة من التعاطف بشكل من الأشكال؟ لا، أنا أعتقد فكرة التعاطف غير موجودة، والإخوان الآن دون أن يدروا هم بيلعبوا لصالح السلطة الراهنة، فكرة الإصرار على الإرهاب، الإصرار على العنف، الإصرار على التخريب، استهداف المجتمع نفسه، أنا أتصور أن الفكرة دي بتصب في صالح السلطة، بمعنى أن حتى كل الذين لا تروق لهم الممارسات والسياسات الراهنة التي تنتجها السلطة سواء في رئاسة الجمهورية أو في الحكومة في فمهم ماء، مش قادرين يتكلموا، مش قادرين يتكلموا لأن في طرف آخر بيهدد وبيستفيد من هذا الخلاف، وفي طرف في سلطة بتقول إن الأمن القومي في خطر والدولة في خطر والتفكيك في وهناك استهداف لدول أخرى وفي تجارب فعلا حصلت في دول أخرى. فإصرارك على هذا الطريق بيخدم السلطة التي تنازعها دون أن تدري، لكن هم الطيش السياسي والحماقة وعدم الفهم وغياب التفكير الاستراتيجي بيخليهم، أنا من زمان على فكرة من بعد 30 يونيو كنت أقول الإخوان يرشحون عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. سؤال، فالآن هم بيساهموا في توطيد أركان النظام الحالي دون أن يدروا بإصرارهم على ممارسة العنف. هل الشارع بالضرورة هل بيساهموا في استبعاد ثورة 25 يونيو وساهموا في استبعاد ثورة 25 يناير يعني من خلال هل النظر لشباب الثورة دلوقتي والأهداف الثورة ولرموزها يشبه ما كان عليه قبل 3 أعوام؟ في قطاع عريض من الشباب يفهم جيدا أن رفضه لكثير من الممارسات الراهنة لا يعني بالضرورة اتفاقه مع الإخوان، طبعا بدليل أن هذا الشباب هو الذي رفع، بالعكس بيشعر أن هم السبب، وده الحقيقي. نيجي نتكلم على الجدلية التاريخية، نتكلم بقى على الأسباب، نحلل التحليل العميق، هم السبب في إجهاض هذه الثورة. وأنا كنت بضرب لحضرتك مثلا من شوية في مقالي الإخوان وغزوة أحد أن أنتوا خنتوا الثورة وأنتوا اللي هتدفعوا الثمن مبكرا، كان ده واضح، وكان الشباب بيرفع في شعار في شارع محمد محمود ممنوع دخول الفلول والإخوان، بمعنى أن هذه الصورة كانت واضحة عند قطاع عريض من الشباب. ليس معنى الاعتراض على السياسات الراهنة أو الرغبة أو الخوف على الثورة يعني بالضرورة إمكانية قبول الخطاب الإخواني، إلا عند الذين لا يعرفون الإخوان جيدا، يجهلون تاريخهم، يجهلون. هل ده حصل لما تبص لشكل التحالفات الحالية؟ هل ده حصل؟ يعني الإخوان يحاولون أن يلعبوا على بعض التناقضات أحيانا ما بين تيارات ثورية خاب أملها صحيح في أشياء كتيرة، صحيح تشعر بالحنق لعودة رموز النظام السابق وتحديها ليها، وربما في أشياء شوفي أنا عيني الرئيسية ليس فقط على القوى الثورية أو الطليعة الثورية لكن على القاعدة الشعبية، لأن التحول الاستراتيجي في 28 يناير 2011 وفي 30 يونيو لما نزلت القاعدة الشعبية، طبعا هذه القاعدة الشعبية بالعكس يعني خطاب الإخوان وطريقتهم وتصرفاتهم لا تروق لها على الإطلاق، والقاعدة الطليعة الثورية لأنها فهمت التجربة وعركتها التجربة في 3 سنوات بحجم 300 سنة فهمت أنه لا يمكن أن تكون ثوريا حقيقيا ولا مناضلا حقيقيا وأن تتجاهل الناس واتجاهات الناس ورؤى الناس. هل فهموا ده؟ نتمنى. لا خليني في ناس فهمت. خليني أرجع لسؤال، يعني ما بين التقليل تماما
من شأن الإخوان وباعتبارها صفحة وانطوت وانتهت تجربتهم وما بين النظر إليهم باعتبارهم هو لاعب الماريونيت اللي بيحرك كتير في المنطقة عن طريق الأنظمة ومسؤول أو له دور عما يحدث في دول مجاورة سواء في ليبيا أو في العراق أو في دول أخرى. بنظرة المحلل وأدواته هل بالفعل نقدر نقول إن هم بيستغلوا أو بيستغلوا في معارك إقليمية بشكل أوسع مما يحدث في مصر للوصول لأهداف داخل مصر؟ هناك من يستخدمهم في التهويل وهناك من يستخدمهم في التهوين، لكن الحقيقة ما بين التهويل زي ما كانوا يقول الفضيلة منزلة ما بين المنزلتين، يعني الشجاعة بين التهور والجبن وهكذا. فالحقيقة أننا في منطقة وسطى، إني لا نستطيع أن نبالغ في قدرات الإخوان ونقول أنهم تنظيم عبقري وقادر على، لأن البعض ليس تنظيم عبقري، لكن ما يرمي إليه البعض أنهم أداة في ايدين مخططات اخرى اطراف دوليه واقليميه بتحاول ان تعود. صحيح. وكان الكلام حتى قبل ما حدث في ليبيا على لسان وزير خارجيتها السابق او رئيس وزرائها السابق انهم يحاولون العوده عبر بوابه ليبيا. ويش. هل في معارك يستخدم فيها الاخوان على الحدود المصريه بشكل ما في تقديرك؟ والروايه الثانيه التهوين، ان الناس تتكلم ان دي صفحه وطويه، ولا ده كلام فارغ ايضا. لان المعركه في الاساس ليست معركه امنيه فقط، والأمنية يجب أن تدار في ركاب القانون، معركة سياسية، معركة فكرية بالأساس، معركة حول الإصلاح الديني، لمعركة ملء الفراغات الاجتماعية اللي بيستفيد منها الإخوان نتيجة انسحاب الدولة عن تقديم الخدمات للفقراء والمهمشين في مناطق عديدة. دي المعركة الحقيقية. طيب نيجي للاستخدام الإخوان، هذا ليس جديدا، الناس مستغربة ليه. هو الفكرة زي ما كان بيقولوا أن والد أم كلثوم مسلسلا بيقول أن المركب الصغيرة حطناها في الترعة طلعت على البحر الكبير. أن التحالفات والصفقات اللي كانوا بيعملوها مع الأنظمة المتتابعة في مصر من الملك فاروق وإسماعيل صدقي لحد عبد الناصر ثم السادات ثم حسني مبارك وأجهزته الأمنية عملوها على المستوى الدولي، وكما لعبوا دورا كحصان طروادة في تفتيت لحساب الأنظمة وتفتيت الحركة الوطنية وإجهاض تطور مصر نحو الديمقراطية والدولة الحديثة، بيلعبوا أيضا هذا الدور لصالح قوى الدولة. لكن هل هم اللاعب الوحيد في المنطقة؟ لا، هناك لاعبون آخرون في المنطقة. الإخوان، هل ظهور التنظيمات الأكثر راديكالية، تنظيمات متطرفة زي داعش، هيخدم أو هيدفع قوى دولية أنها تعيد حساباتها؟ يعني نحن بنشوف دلوقتي في العراق مثلا وتطور النوعي اللي حصل حتى في موقف إيران وفي موقف الولايات المتحدة الأمريكية، هل ده ممكن يخلي في إعادة للنظر في المخطط كله بشكل صحيح؟ ما هو دي الرؤية اللي حكمت المخطط من 2004. يعني تقريرات مؤسسة راند وكارنيجي وكل معهد دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من اللي كتبوه الباحثين الخاصين بالحركة الإسلامية القريبين من صنع القرار في أمريكا وأجهزة الاستخبارات كانوا بيتكلموا عن تيار معتدل يحتوي التيارات المتطرفة. هل يعني البعض بيرى من ناحية تانية، وخلينا نحاول نفهم ما بين إن داعش هي صناعة وأداة للولايات المتحدة والغرب لتفتيت العراق، وما بين ان هي التحدي اللي ظهر ليهم وبيواجههم دلوقتي مره تانية زي القاعده؟ في فرق بين ان انا اتحدث عن بلاده السياسه الامريكيه واخفاقاتها اللي بيترتب عليها ظهور كوارث من هذا النوع، وبين ان اقول ان الامريكان قادرين على التحكم فيه. لا، الامريكان غير قادرين على التحكم فيه كل خيوط اللعبه، والا ما جرى لهم في افغانستان والعراق ما جرى، واللي بيكتبوه حتى الأمريكان نفسهم بداية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي فكرة أن للقوة حدود وإحنا غير قادرين. زي ما هم استخدموا الجماعات المتطرفة أو في مقاومة أو غزو السوفيتي لأفغانستان، وبعد رحيل الاتحاد السوفيتي تحولت هذه الجماعات إلى لضرب المصالح الأمريكية، أيضا الأمر حصل مع داعش وغير داعش وحصل مع الإخوان، لأنهم من خلال احتكاكنا بباحثين مختصين بالحركة الإسلامية على مدار يمكن 20 سنة حتى الآن جايين من الغرب، هم لا يفهمون هذه الظواهر جيدا. هل ده بيتبدأ أحيانا حتى في تقارير حقوقية مفترض أن الأدوات تبقى أكثر تجريدا يعني في فرق. بس هقولك مسأل واحد بس، أن هم مثلا ممكن يتعاملوا مع جماعة الإخوان أو مع جماعة الجهاد أو مع الجماعة الإسلامية زي ما بيتعاملوا مع أي تنظيم مدني موجود أو جماعة حقوقية أو النهاردة أصحاب المعاشات عاملين احتجاج أو لا.
أنا أمام طيار أساساً لا يؤمن بفكرة الدولة القومية أو الدولة الوطنية اللي الغرب نهى بها عصر الإمبراطوريات القديمة وقال هي دي الوحدة الاجتماعية التي يجب أن ينضوي تحتها الناس. لدرجة أنا سألت مرة باحث أمريكي في مناظرة في قناة الحرة، قلت له لو عندكم تنظيم في أمريكا عنده 80 فرع في دول معينة وليه ارتباطات بده ولا يؤمن بالولايات المتحدة الأمريكية كدولة وطنية ويجي يرشح حد للرئاسة، ممكن تقبل؟ قال له لا. طيب نيجي احنا لإيه؟ إن هذه المنظمات وكل المنظمات الحقوقية في مصر طول عمرها بتتحدث عن حقوق الإخوان كمواطنين، واحنا لسنا ضد حقوق الإخوان كمواطنين أدامة يعملوا عمل علني وسلمي وغير عنيف وتحت المشروعية القانونية، لكن عمر ما حد أبدا سألهم عن الواجبات. فتيجي المنظمات دي لأنها لا تقرأ تاريخهم ولا أدبياتهم ولا تعرف عنها شيئا، بتتعامل بنفس النظرة، بتتعامل بالنظرة أنه بيتعامل مع جماعة موجودة في فرنسا، موجودة في ألمانيا، زي حزب الخضر مثلا، زي حزب الخضر مثلا، بتتعامل بهذه الذهنية. فاحنا كتير في مؤتمرات نحاول أن احنا نعمل تبيئة للمفاهيم اللي عندهم، ان احنا نربطها بالبيئة. بالافكار ونربطها بتاع، واحنا بنتكلم عن وجهه نظرنا، بعضهم بيتعلم بعضهم لا يتعلم. وانا من خلال السجال الذي يدور والتقرير التي نقراها وبعض كثير من الدراسات التي تصدر في الولايات المتحده الامريكيه فيها قدر كبير جدا من التعجل وعدم الفهم الاصول الظاهره، هو لا يفهم الى حد بعيد حموله الافكار او تاثير الافكار على الذهن، ليس باعتبارها مجرد ايديولوجيات حتى بافكار دينيه، لا، لك باعتبارها عقيده بالضبط. هل بتشارك دكتور كمال حبيب المخاوف او التوقع ان سيشهد غدا حاله عنف او استدعاء للعنف من جانب؟ شوفي انا من خلال يعني هذا تكرر طول الوقت، الاخوان طيله الوقت كانوا بيتكلموا على سنفعل ونفعل ونفعل والنتائج كانت، ودائما نرى في هناك فجوه بين الرغبه وبين القدره. يعني الرغبه هل دي هتكون الاخير؟ يعني دايما يقول مواعيدنا يوم كذا، مواعيدنا يوم 30/6 و3/7 و14 عادي، بس هو ده جزء من تكتيكهم لان الدوله تعيش في حاله انهاك وتعبئه امنيه. يعني انا متكلم الان عن 120 الف عسكري وضابط موجودين للتامين، ده دي تكلفه على الدوله، فهو عنده رغبه في ده من خلال اشاعه ومن ثم يجب التعامل بواقعيه مع تصرفات الإخوان بعيدا عن التهوين وبعيدا أيضا عن التهويل. وحنا نتمنى في النهاية كل الخير لمصر وأن يحفظها ربنا من كيد الكائدين. أنا بشكرك دكتور عمار علي حسن، الباحث والمحلل السياسي والكاتب المعروف، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، غدا يوم آخر في مصر إن شاء الله يكون يوم أفضل، حتى ألتقيكم في بداية الأسبوع المقبل. هذه تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا.